طبعا الحصه الجايه هيبقى في امتحان على الهارد فيلير، يعني كلكم لازم معاكم الورق وكلكم هتيجوا المره الجايه مذاكرين الهارد فيلير كويس جدا. هنخلص النهارده تقريبا، هنحاول نخلصه يبقى باقي صفحتين او حاجه فيه اللي هو الاكيوت هارد فيلير. فالحصه الجايه امتحان هيبقى ام اس كيو كيسز، الكيسز هتبقى من الكتاب اللي هو الكتاب الازرق. جبتوه ولا لسه؟ لسه ما جبتوش الكتاب. انتوا ضايعين في الحياه ليه كده يا جماعه؟ في ايه؟ الكتاب الازرق المره الجايه يبقى معاكم، يعني خلاص خلصنا اول موضوع تجيبوا الكتاب الازرق اللي هو البروبلم سولفنج معايا. المهم الحصه اللي فاتت كنا خدنا في الهارت فيلير، اخدنا الكلينيكال بيكتشر وخدنا الانفستيجيشنز وخدنا كمان اهم حاجه في الدنيا اللي هي كومبليكيشنز اوف هارت فيلير. قول لي بقى انت كومبليكيشنز اوف هارت فيلير. كومبليكيشنز الليفر سيل فيلير. ليفر سيل فيلير. انا مش هقول لك ليه لان عارف ان انت عارف، بس قولهم الاول انيوميريشن وبعدين اقول لك ليه. اول حاجه عندنا ليفر سيل فيلير. ليفر سيل فيلير رينال فيلير. عندنا في البرين بيحصل سينكوبس وسترايك وستروك. وستروك. بعد كده عندنا الهارت بيحصل بارتر هارت ديزيز، بيحصل اريزمياس وبيحصل اريزميا. دي كويس ان انا كنت عارف انك هتنساها. لا فكويس انك فاكرها لان عزرائيل بيحوم حوالين عيان بايه؟ بالاريزميا. كان بيحصل كمان دي فينس رومبوزس، ودي فينس رومبوزس يعمل بالمونري امبوليزم. بالمناسبه قلنا الريسك فاكتورز بتاعه الدي فينس رومبوزس لانها عندكم في البطنه وفي الجراحه، مين يعرف يقول الريسك فاكتورز؟ مين اكتر ناس معرضين انهم يدخلوا في ديب فينس رومبوزس؟ قلناها ولا ما قلناهاش؟ مين اللي بيعمل ديب فينس رومبوزس؟ بس بالمنطق وبالفطره وبالصريحه وبالبديهه مين اكتر ناس؟ لا قلت لكم اي حد اسمه بيبدا بحرف الاو، 6 او، صح ولا غلط؟ اي حد يعني اسامه ممكن يدخل في ديب فينس رومبوزس، الفت ممكن برضه تدخل، ام السعد، يعني اي حد حرفه بيبدا او اسمه بيبدا بحرف الاو بنخاف قوي جدا 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 من ايه يا جماعه؟ الديب فينس رومبوزس. طبعا 6 او اللي انتوا عارفينهم بقى، يعني الاو الاولى اللي هي هتبقى ايه؟ اوبراتيف. يعني لما يجي السؤال ده في الامتحان فجاه يجي صدى صوت يقول لك ايه؟ 6 او او او، تقوم كاتب ايه بقى؟ الاو الاولى اوبراتيف. طب الاو الثانيه بالمناسبه الاوبيزيتي. طب الاو الثالثه؟ الفوا الفوا 6 او يبقى هيبقوا ايه؟ قلت بالظبط لو كان كبير شويه. طب الاو اللي بعد كده؟ انتوا ما قلتوش ولا او في يا جماعه. الاو اللي بعد كده ايه؟ لو واحد او واحده بقى واخده مثلا اورال كونتراسيبتيف بيلز، واضح ولا مش واضح؟ طب الاو اللي بعد كده؟ بصني وانا باصص لكم، انما نقول ما بنقولش. في كمان عندنا اونكولوجي. على فكره بالمناسبه لما انا اقول مثلا 6 او، ساعات مثلا اقول حاجه تلاقي واحده دخلت الامتحان عملت ايه؟ عملت كاتبه الاو كبيره كده واللي هي متقلاها في الامتحان وتحتيها خط. يا بنتي وانت بتذاكري له؟ يعني هو في الامتحان مش لازم نكتبهم بنفس الطريقه. يعني اونكولوجي خليها تيومر مثلا. زي انا بقول كده ليه؟ لان انا ساعات ما بديش من مد ما بقاش مد اخوانا، لكن في مره جه سؤال بيقول ايه؟ ان يموريت كوزس اوف جاينيكو ماستيا مثلا. فتلاقي واحده دخلت فانا كنت قايلها لهم اللي هي كلمه جاينيكو ايه؟ جاينيكو ماستيا اللي هي جي واي. فلقيت واحده خارجه من الامتحان منهاره بقى وحرف الاس، انا نسيت حرف الاس. قلت لها وعملت ايه يا بنتي؟ قلت لها مش مشكله، قالت لي كتبت الاس بقى وسبتها كده. يعني اللي هي كاتبهم جاينيكو ماستيا. طبعا لا انتوا لازم تتصرفوا في الامتحان. المهم قلنا كومبليكيشنز اوف هارت فيلير، والسؤال ده بالمناسبه انا متوقعه جدا جدا وبيجي كتير اليومين دول. اول حاجه ليفر سيل فيلير. طب بالمناسبه ليه عيان القلب يدخل في ليفر سيل فيلير؟ وعايز الاجابه المنطقيه مش الاجابه النظريه. ليه عيان القلب ممكن يصفر مثلا؟ اول سبب ايه هو؟ هيباتايتس، هيب سي. لان عيان القلب اولى ان هو يدخل في ايه يا جماعه؟ هيب سي، من التحاليل اللي بيعملها باستمرار ونقل الدم والكلام ده كله. طب وبعد كده رينال فيلير. طب ليه في كلمه واحده بيحصل رينال فيلير؟ عشان كلمه لو كاردياك اوت بوت. معايا ولا مش معايا؟ يحصل كمان قلنا سينكوب، بيحصل كمان كلمه ايه يا جماعه؟ استروك. ممكن يحصل فالفولار هارت ديزيز وشرحناها الحصه اللي فاتت، لكن اهم حاجه في الدنيا انك تفتكر كلمه اريزميا بسرعه ومش ببطء. وانا قلت لكم انا بحب الاداء السريع جدا. ليفت سايد هارت فيلير الكلينيكال بيكتشر ايه؟ ليفت سايد هارت فيلير. مش عايز احس ان الطلبه اللي قدامي مهزوزين، عايزك على طول واحد وبسرعه واداء سريع اسرع من كده. لو كارديك اوت بوت اللي هم بالمناسبه كام حاجه؟ سبع حاجات. والساينز بتاعت اللو كارديك اوت بوت وبسرعه ذراع وشفايف. خلاص خلص الكلام. طب ورقم اثنين لانج كونجيشن. ايش معنى لانج كونجيشن؟ عارفين كويس قوي بقى. طب اللانج كونجيشن كانوا برضو كام حاجه؟ سبعه. واول واحده فيهم ديزنيا، وده يكفيني لان ما دام قلت اول واحده ديزنيا فانتوا اكيد عارفين الباقي طبعا. طب وبعد كده الكاردياك ساينز كانوا كام حاجه؟ خمسه. رقم واحد ليفت فنتريكلر. وبالمناسبه بقى الليفت فنتريكلر لما يكبر ثلاث حاجات. طب الرايت فنتريكلر لما يكبر سته. طب بالمناسبه الاثنين لما يكبروا كام حاجه؟ سته. وبعدين كان في حاجتين في البلس اللي هم يا جماعه وبسرعه تاكي كارديا، وقلنا كمان بلسس ارتردنس. يعني ايه بلسس ارتردنس؟ خبطه قويه وخبطه ضعيفه.
بسرعه جدا ومن غير تفكير. الخبطه قويه طبعا بسبب الاثنين مع بعض. برافو عليك. طب والخبطه الضعيفه بسبب الهيلسي بس؟ طبعا السؤال ده انتوا بتجاوبوه دلوقتي، لكن انا واثق جدا ان في اخر السنه هتغلطوا فيه، لان ابو لهب هيساله بالطريقه اللي تخليك ايه يا جماعه تتلخبط فيه، لان هيقول لك يعني ايه بلسس ارتيرنانس، هترد عليه وتقول له ايه؟ تقول له يا دكتور انت اهبل، يعني في خبطه قويه وخبطه ضعيفه؟ طبعا عارف الكلام ده، عشان في فايبر هيلسي وفي فايبرز ايه يا جماعه ديزيزد. هيقوم هو يقول لك ايه بقى؟ يقول لك طبعا يا ابني طبعا الخبطه الضعيفه بسبب ايه طبعا. فانت طبعا تقول له يا دكتور انت ما طبعا الضعيفه هتبقى بسبب الديزيز والقويه هتبقى بسبب الايه يا جماعه الهيلسي. يقوم هو يضحك ضحكه رقيعه متقطعه شريره ترج ارجاء المكان كله، يديك كام؟ يديك صفر. وبعد كده قلنا اتنين بالسماعه، ايه هما الاثنين اللي بالسماعه؟ وبسرعه جالوب. وبعدين قلنا ايه يا جماعه فاكرين لما عملنا كده ايه هو الجالوب ده اللي هو الصوت هيبقى عامل ازاي؟ بدل ما هو عامل كده هيبقى عامل ازاي بقى؟ هيبقى عامل كده. وطبعا عارفين ليه. طب لو معاه كمان تاكي كارديا هيبقى الصوت عامل كده، اللي هو صوت ايه يا جماعه؟ حصان بيجري وهو ده الجالوب. سبب الاس 3 ايه وبسرعه؟ فايبريشن اوف ليفت فنتريكل. عايز اجابه بقى، اجابه منطقيه عميقه، ليه بيحصل فايبريشن اوف ليفت فنتريكل؟ لان الليفت فنتريكل اصبح ايه يا جماعه؟ خارعا. طب عايز اجابه علميه بدل خارعا دي، لان الليفت فنتريكل تحول من كوبايه ازاز الى كوبايه بلاستيك. وهو الهارت فيلير ايه غير ان الليفت فنتريكل يتحول من كوبايه ازاز الى كوبايه ايه يا جماعه؟ الى كوبايه بلاستيك. يلا بقى قولوا لي اسباب الهارت فيلير. قولي لي انت يا دكتوره اسباب الهارت فيلير، وبنفس الطريقه اللي احنا قلناها الحصه اللي فاتت. اسباب الهارت فيلير ما حضرتش الحصه، مين اللي حضر؟ طب انت انت كنت صوتك رايح المره اللي فاتت، صوتك رجع الحمد لله بالسلامه ولا لسه رجع؟ قولي لي بقى اسباب الهارت فيلير بنفس الطريقه. قولي لي الاول ليفت ولا رايت؟ لا مشكله الاول ليفت ولا رايت؟ ما هو الاول ليفت ولا رايت. قولي لي ليفت ولا رايت. اقول لك ليفت. ليفت اتريال فيلير، ايه اللي بيعمل ليفت اتريال فيلير؟ لا ما اتفقناش على كده. قلت لك في الامتحان لما يقول لك الاسباب اللي بتعمل ليفت اتريال فيلير ما تقولهاش، واخسر كل حاجه بس اكسب ايه يا جماعه؟ احسن من لما تكسب كل حاجه وفي النهايه تلاقيك ايه يا جماعه؟ خسران نفسك. ليفت اتريال فيلير قول له ما اعرفش. لو اترجاك انك تقولها قول له هم سببين بحرف الام اللي هما كانوا ايه يا جماعه؟ ميترال ستروزس وميكزوما. قولوا لي بقى الميترال ستروزس يعمل ليفت فنتريكولار فيلير، صح ولا غلط؟ غلط. ده انا حتى قلت لكم الليفت فنتريكل في الميترال ستروزس احسن من الليفت فنتريكل بتاعك. حتى قلنا تشبيه، مش عارف جربتوا الحكايه اللي انا قلتها لكم ولا لا. الليفت فنتريكل في عيان الميترال ستروزس، وساعات السؤال ده بيتسال شفوي بالمناسبه، يقول لك الليفت فنتريكل في عيان الميترال ستروزس بيفكرك بايه؟ قول له بيفكرني بفيميل كليه الايه يا جماعه؟ فيميل كليه الاداب. وقلت لك لما تقابل واحده من كليه الاداب في الشارع قول لها يا انسه يا انسه، مش انسه برضه تقول لك قول لها بتفكريني بالليفت فنتريكل بتاع عيان ايه يا جماعه؟ الميترال ستروزس، وشوف هتقول لك ايه. فالمهم ده كده اللي هو خش على الليفت فنتريكولار فيلير. كام بقى سبب؟ قلنا ثلاثة مايوكارديال ديزيز وثلاثة زيادة في البريلود وثلاثة في الافتر لود. ايه الحاجات اللي بتزود الافتر لود؟ الافتر لود سيستم هايبرتنشن او اورتكسيوزس او كارتيشن في اورتا. طب انا عايز واحد يقول لي اهم سببين يعملوا ليفت سايد هارت فيلير، مين يقولهم اهم سببين؟ سيستميك هارت ديزيز وسيستميك هايبرتنشن. طب اهم اربع اسباب هنزود كمان فالفولار هارت ديزيز وكارديوميوباثي. طب عايز واحد بقى هنتريش طب محلق في اجواء القاعه يقول اسباب الدايستوليك هارت فيلير. حصل جاي امتحان يا جماعه، وزي ما انا قلت لكم اول ثلاثه هياخدوا هدايا جامده جدا، هدايا كتب، مش هجيب ده بديل يعني، هيبقى كتب وحاجات، هياخدوا الروايه بتاعتي. خلاص مش انتوا كنتوا عايزين تقروا الروايه؟ خلاص اول ثلاثه هياخدوا الروايه. فالمهم بص بقى يقول لك ايه، عايز واحد هنتريش طب محلق في اجواء القاعه يقول اسباب الدايستوليك هارت فيلير. قول دايستوليك. لا بص انا عايزك فاكر لما انا قلت لكم اديكم صناره ولا اديكم سمك معايا؟ انا اديكم صناره وبرده قلت السمك على فكره بالمناسبه، بس انا قلت لكم الفكره ان امتى يحصل دايستوليك هارت فيلير؟ لما العضله ايه يا جماعه تتخن. فاي حاجه بتتخن العضله، ايه اللي بيتخن العضله؟ اي حاجه بتزود الافتر لود، لان القلب كانه راح جيم. فاي حاجه بتزود الافتر لود زي ايه بقى؟ هايبرتنشن زي ما انت قلت، اورتكسينوزس، هايبرتروفيك ايه؟ كارديوميوباثي. وبعدين عامل الايه؟ الزمن. ومين فينا حضر الحصه اللي فاتت ينسى مرض مهم جدا قلناه اللي هو السكر؟ لما قلت لكم هو مرض السكر، السكر عالي في الدم ولا السكر صايع في الدم؟ صايع في الدم. وما دام صايع في الدم بيفضل ايه يا جماعه؟ يتسكع في الطرقات، يوم يضيق البلاد فيسل. فاكرين القصه دي؟ وار بي سي زي معديه، لا وايت بلاد سيل زي، لا بلتلتلايه، اكيد واحده فيهم هتجيب معاه، يقوم واخدها وطالع على مين؟ حجرات القلب.
معايا يقوم يعمل جلايكوزيليشن في حجرات القلب يعمل دايستوليك هارت فيلير. السؤال ده ساعات بيتسال في الشفوي يقول لك هو السكر يجيب هارت فيلير؟ تقول له طبعا طبعا ولما ناخد السكر هنعرف ليه. يقول لك يقوم رافع نظارته كده ونافخ دخان سيجاره في وشك ويقول لك ايهما اكتر سيستوليك ولا دايستوليك؟ طبعا ترد عليه تقول له يا دكتور دايستوليك هارت فيلير. يقول لك ليه؟ اشرح له الحكايات اللي احنا قلناها الحصه اللي فاتت او قول له لنا موعد ولقاء لما ناخد ايه يا جماعه الدايابيتس. المهم بقى كان ايه كمان بيعمل دايستوليك هارت فيلير؟ السؤال ده جه السنه قبل اللي فاتت يعني لما تشوف الامتحانات هتلاقي. وطبعا في نص الدفعه اتسهبلت عملت ايه بقى ان هي ما شافتش السؤال وكتبت اسباب السيستوليك هارت فيلير ثلاث ثلاثات طبعا دخلت صفر الغبائه. دايستوليك هارت فيلير حاجه والسيستوليك هارت فيلير حاجه ثانيه. المهم بقى بقيه الاسباب ايه؟ عندنا ايوه اللي هو ساركويدوزيس. ساركويدوزيس ده على فكره الموضوع المظلوم في البطن والله فعلا وهتشوفوا الكلام اللي انا بقوله هيطلع صح. ساركويدوزيس سيرته بتيجي في كل برانشات البطن وعمره ما بيتشرح. يعني تلاقي الدكتور واقف الساركويدوزيس تيجي سيرته ان شاء الله هنقوله في الاندوكراين، يجي في الاندوكراين ان شاء الله هنقوله في الروماتولوجي، يجي في الروماتولوجي او باذن الله هنقوله في النيورو هنتكلم عنه وعمره ما بيتشرح. ساركويدوزيس من اول برانش جه اهو ساركويدوزيس ان شاء الله هنشرحه في الروماتولوجي. ساركويدوزيس من الحاجات اللي بتعمل دايستوليك هارت فيلير، واضح ولا مش واضح؟ طب المهم ايه كمان؟ اميلودوزيس. ايه كمان مرض مهم جدا كان اسمه بريكارديال ايه؟ بريكارديال افيوجن. يلا بقى وبسرعه بسرعه انفستيجيشنز اوف هارت فيلير. حاجات ايوه بس اهم كلمه مضيئه. خد بالك من حاجه، انا عايز كليه تجيبوا الكتاب الازرق من اول سنه، لان لما تيجي تحل كيس هتصطدم بالواقع الاليم اللي هو ايه؟ كل حاله تلاقيه جايب لك سؤال يقول لك ايه هو الكي انفستيجيشن. حلو الكلام؟ فانت بتبقى عارف الانفستيجيشنز كلها، لكن هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكي انفستيجيشن. ففي طلبه بتستهبل لما ما تبقاش عارفه الكلمه المضيئه تقوم عامله ايه بقى؟ كاتبه ست حاجات. يقوم يجي السؤال اللي بعديه على طول يقول لك ايه؟ طب بقيه الانفستيجيشنز ايه؟ تلاقي الطالب سي اباف. يقول لا في كل مرض لازم نعرف الكلمه الايه يا جماعه؟ المضيئه عشان الام اس كيو وعشان الكيس وعشان الشفوي طبعا. فالمهم الكلمه المضيئه كانت كلمه ايه يا جماعه؟ إيه؟ وكنا بنشخص عن طريق حاجه اسمها ايجكشن فراكشن فاكرين؟ طب هنتريش الطب المحلق في اجواء القاعه. ايوه قلب 45%، لكن الطالب اللي هو الفراغ العاطفي الرهيب بقى اللي هم الطلبه بتوع الطب حياتي زودنا لهم رقم 7 اللي هي كانت ايه يا جماعه؟ بي ان بي. طب والله كويس انتوا عارفينها. طب البي ان بي تنفي ولا تثبت؟ فقط جود نيجاتيف تيست، يعني لو لقيتها استبلها وتشرب ميتها. طب لو ما لقيتهاش او لقيت البي ان بي قليله تحلف بالله ان هو مش ايه يا جماعه؟ مش كارديولوجي. يبقى هو ايه؟ لو عنده اكيوت ديزنيا يبقى هو تشيست. على فكره الحته دي مهمه جدا في الحياه، لما تبقى واقف في الاي سي يو وتلاقي ممدوح داخل عليه عنده اكيوت ديزنيا جامده قوي، يقول لك يا ترى يا دكتور هو انا هموت بسبب ايه؟ قلب ولا شيست؟ تقوم انت تشوف ايه يا جماعه؟ ذا فيرست ستيب ان انا اشوف ايه بقى؟ البي ان بي. لو ما لقيتش بي ان بي يبقى هو مش كارديولوجي، يبقى الله يرحمه هيموت بسبب ايه؟ شيست. هيموت بس متشخص. خدوا بالكم الكلمه دي مهمه ليه برضو؟ لما نتوغل في منهج البطنه هتعرف ان علاج الديزنيا بتاعت مريض القلب تموت الديزنيا بتاعت عيان الشيست. يعني لازم اكون متيقن الديزنيا اللي عندك دي بسبب ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ هقول لكم فور اكزامبل، مثلا لو واحد عنده ديزنيا بسبب مصيبه في قلبه المورفين بدي مورفين دراج اوف تشويس هنا. طب هو ينفع لو عنده برونكيا الازمه مثلا وهي اللي عامله الديزنيا ينفع اكتب مورفين؟ ده انت لو اديت مورفين هيموت، وقبل ما هيموت ايه يا جماعه؟ هينظر لك نظره لوم وعتاب لا يمكن تنساها طول العمر، نفس النظره اللي انتوا باصينها لي دلوقتي انا مش عارف ليه. فخد بالك ان انت لازم تكون متيقن هو عيان قلب ولا عيان ايه يا جماعه؟ ولا عيان شيست. المهم بقى نبدا حصه النهارده ونهدى خالص. تريتمنت اوف هارت فيلير الحصه الجايه يا جماعه امتحان، وحصص اللي فيها امتحان ام اس كيو لازم الساعه 2 بالظبط تكونوا موجودين، يعني 2 ل 2:15 الامتحان هيبقى ربع ساعه بس. معايا ام اس كيو وهيبقى كسايه طبعا الكيس كلكم هتعرفوا تشخيصها على فكره، يعني كلكم مفيش حد ما اعتقدش ان طالب بقى ايه اي كيو طحالب ايه يعني. والله كلكم هتعرفوا التشخيص بتاع كيس، بس هي الفكره مش التشخيص، الفكره الاسئله اللي على الحاله نحلها ازاي بتاعت الهارت فيلير. تريتمنت اوف هارت فيلير، جاهزين ولا مش جاهزين؟ جاهزين. نهدى بقى خالص. والتريتمنت اوف هارت فيلير من الاسئله، طبعا انا بكلم ناس دلوقتي فاهمين الهارت فيلير كويس جدا، فلما اقول تريتمنت هنتناقش مع بعض جامد جدا زي ما هيبان دلوقتي. التريتمنت اوف هارت فيلير لازم اقول في البدايه جمله. ايه هي الجمله؟ ان علاج الهارت فيلير لازم تفتكر انه اربع حاجات. كام حاجه؟ اربع حاجات. ايه هم الاربع حاجات دول بقى؟ اول حاجه خدوا بالكم بتوع الكارديولوجي مخهم صغير. الطلبه تشوف السؤال ده في الامتحان تفرح جدا. ليه؟ على الورق ماشي اوكي. هو بره ولا مش بره اصلا؟ ماشي اوكي، بس هو عموما الكتاب هيبقى موجود النهارده، يعني انتوا لو رحتوا
الكليه بعد الحصه تلاقوه اكيد موجود لان هو امبارح نزل اصلا. بصوا بقى يا جماعه، ما هو اللي بوظ الدنيا ايه بقى؟ دفعه قديمه، لان كان في فرق حوالي 500 نسخه، يعني عدد كبير في الاصل هنا كويس. واذا فانا مش متخيل ان في اخر شهر حد ممكن يغير السورس. اه والله فعلا اساله زمايلكم اللي قبل كده، فقال لي لا ده كله سيت قديم. انا حتى كنت بقول ما تغيرش سورس. ايه؟ اول مره. اللي هو اول مره. لا والله فيهم ناس اول مذاكره قبل الامتحان 3 اسابيع. لا والله. بصوا بقى يا جماعه، اول حاجه في التريتمنت عندنا اربع حاجات. كام حاجه؟ اربع حاجات. رقم واحد، لازم تعمل كنترول اوف ذا كودز، يعني تريتمنت اوف ذا اندرلاينج. اوف اندرلاينج ايه يا جماعه؟ يعني مثلا ما تحاولش تقنعني ان الهارت فيلير ممكن يتصلح في وجود ضغط عالي. لازم رقم واحد تظبط الايه؟ رقم واحد الضغط. ومش بس تظبط الضغط، ده لازم كمان رقم اتنين تريتمنت اوف ايه يا جماعه؟ بريسيبيتيتنج فاكتورز. وهنا بقى نهدى مع بعض. ليه نهدى مع بعض؟ لان يا جماعه خدوا بالكم، بريسيبيتيتنج فاكتورز من اهم البريسيبيتيتنج فاكتورز المشتركه عندنا في منهج الكارديولوجي هي الهايبرليبيديميا. فايه رايك وانت بتحل عشان تتميز تقوم كاتب له كنترول اوف هايبر تنشن رقم واحد، وبعد كده تريتمنت اوف بريسيبيتيتنج فاكتورز. اكزامبل مثلا ايه يا جماعه؟ هايبرليبيديميا. تقوم كاتب له ايه بقى؟ ايه هو الايم؟ الهدف بتاعك ايه؟ الهدف بتاعي انا كعيان كارديولوجي رحت للدكتور، لازم هيطلب مني الليبيد بروفايل، صح؟ الهدف انت عايز تشوف الليبيد بروفايل عامل ازاي. ايه هو الهدف بتاعك؟ تيجي نحفظها من دلوقتي، لان الكلام ده هيتكتب في الامتحان بنسبه كام في الميه؟ 100%، سواء في الكارديولوجي، سواء في الهيباتولوجي، سواء في الاندوكراين، في النيورو، اي عيان في الدنيا لمصلحته تبقى الليبيد بروفايل عامله ازاي. اكتبوا بقى الكلام ده. اول حاجه ال LDL تبقى اقل من كام؟ عايز اشوف مستواكم حتى قبل كده لمصلحتك. لو عيان مريض، خدوا بالكم عيان مريض غير واحد سليم. يعني انت كسليم انا ما يهمنيش توصل للارقام دي، لكن واحد عنده القلب لازم ال LDL يبقى كام؟ اقل من 70، صح ولا غلط؟ طب وال HDL يبقى اكتر من 60 معايا؟ طب الترايجلسرايد ما يصحش ابدا تبقى اكتر من كام؟ لازم تبقى اقل من كام؟ 150. يبقى اذا وانت بتكتب له رقم واحد تريتمنت اوف ذا كوز، وبعد كده انا عارف يا جماعه اللي بيحصل في الامتحان، طلبه يدخلوا يشوفوا السؤال ده يفرح جدا، وفي الاخر يقوم حلل ايه يا جماعه؟ كاتب تريتمنت اوف هارت فيلير بس، يقوم ينقص نص درجه، لان بتوع الكارديولوجي مخهم صغير. يقول لك ايه ده؟ ده انت ما عرفتش السبب. كنترول اوف هايبر تنشن رقم واحد، تريتمنت اوف بريسيبيتيتنج فاكتورز رقم اثنين، وتقوم كاتب له اكزامبل هايبر ليبيديميا. خدوا بالكم الكلام ده هيتكرر فين؟ في الكارديولوجي، ما انا هقولهم في الكارديولوجي، في النيورو، في الاندوكراين، اي او تقريبا معظم برانشات البطنه. ايه هو الليبيد بروفايل الام بتاعي؟ اول حاجه ال LDL اقل من 70، وال HDL اكتر من 60. اقول لك على حاجه، خليها اقل من 70 اكتر من 70 وخلاص، وعمر ما الحياه وقفت على الحاجات البسيطه دي. خلوها كده اللي هو اقل من 70، وال HDL اكتر من 70، بس اكتر من 70 صعبه ان هي توصل لها يعني. فهو عموما والترايجلسرايد اقل من كام؟ اقل من 150 معايا. والله تكتب الكلام ده تسمع زغاريد جايه من كنترول وانت معدي، لانه هو بيقرا يقول لك ايه الطالب الغير عادي ده في الزمن غير الاعتيادي اللي احنا عايشين فيه ده. تقوم كاتب له ليبيد بروفايل. خد بالك ان انت زمايلك كلهم هيبقوا داخلين على طول فين؟ في علاج الهارت فيلير، فهينقص من قبل ما يبدا. فانت تريتمنت اوف ذا كوز، تريتمنت اوف بريسيبيتيتنج فاكتورز، لكن يلا بينا بقى ندخل على علاج ايه يا جماعه؟ الهارت فيلير شخصيا وتركيز غير عادي. علاج الهارت فيلير شخصيا، الحاجات الصغيره هي اللي بتنقص. كلكم عارفين الادويه وهنقولها دلوقتي كويس جدا، لكن مين فيك يا مصر هيفتكر كلمه ايه؟ اول حاجه جنرال تريتمنت. في حاجات الاول جنرال مانجمنت. جنرال مانجمنت في الاول، جنرال مانجمنت زي ايه بقى؟ ثلاث كلمات بالظبط. ايه هم الثلاث كلمات؟ اكتبوا بالعربي كده، بالعربي مش بالانجليزي. اول حاجه نعملها مع عيان القلب، اول حاجه نريح العيان وناكل العيان ونهدي العيان. دول ثلاثه في الاول، نريح العيان بدرست وناكل العيان الدايت هيبقى عامل ازاي، وبعد كده ايه يا جماعه؟ نهدي العيان اللي هو نديه اي سيداتيف او حاجه. يبقى اول حاجه الريست. انتوا ايه رايكم يا جماعه؟ الريست هنا هخيركم طبعا، هو اما يستريح هيتحسن ليه؟ لانه لما يستريح انا بقلل اللود على عضله الايه؟ على عضله القلب. وبالتالي بس خد بالك بقى، اول سؤال العيان هيساله، طب انا هستريح الى متى؟ هيفضل مستريح لحد امتى؟ هخيركم بين كلمتين وانتوا اختاروا، لحد ما الاعراض تروح ولا لما حد الاعراض تبدا تقل. انتوا ايه رايكم؟ اوعى تقول له لحد ما الاعراض تروح، لان الاعراض احيانا عمرها ما هتروح. اوعى تفتكر ان العيان ده في يوم من الايام هيبقى بوتريكا،
انما انا بس كل اللي بقوله له ايه يا جماعه، دخلت على العيان لقيته مش قادر ياخد نفسه ولقيت رجليه قد كده، انا هقول له استاذ ممدوح انت لازم تريح على السرير. بس هتريح لحد امتى؟ لحد ما الإديمة تبدا تقل ولحد ما الدزنيا تبدا تتحسن. معايا ولا مش معايا؟ الراحه الابديه مش حلوه لان خايف من رعب. قلنا الحصه اللي فاتت اسمه ايه؟ اسمه بالمونري امبوليزم، دي في تي وبالمونري امبوليزم. وعشان كده الراحه ما تبقاش ايه يا جماعه؟ لحد ما الاعراض بس تبدا تقل. السؤال بقى هخيركم بين وضعين، ايه رايكم؟ العيان ينام كده كده دي رجليه المفروض دي اهي، ولا ينام كده؟ ينام ازاي؟ طبعا سيمي سيتنج بوزيشن. طبعا ده العيان من نفسه على فكره بياخد الوضع ده من غير ما انت تقوله، لان لما بياخد الوضع ده بيحصل ايه يا جماعه؟ الفينس ريترن بيقل. واحنا قلنا الحصه اللي فاتت ان الفينس ريترن لما يزيد يقوم يزود ايه؟ البريلود. ولما البريلود تزيد تعمل هارت فيلير. فالعيان سبحان الله من نفسه تلاقي ايه يا جماعه؟ سيمي سيتنج بوزيشن. يقوم واحد فيكم يقول لي اقول له في ايه يا ابني؟ يقول لي جدي يا دكتور كان بينام طول عمره متعود ينام على مخده واحده، دلوقتي بينام على كم مخده؟ اثنين. ويا سلام بقى لو علاها خلاها ثلاثه، لدرجه ان بعض العيانين ينام وهو قاعد لان هو عايز بتاثير الجاذبيه يقلل ايه يا جماعه؟ الفينس ريترن. تلاقي عيانين القلب القدام قوي يعملوا ايه؟ يقوم جايب المخدات من وراه حاططها قدامه ونايم كده. خش النهارده على واحد عنده الهارت فيلير من زمان تلاقيه نايم كده معايا. وعشان كده بعض العيانين بقى يقوم نايم على مخدتين، تقوم مخدة تزحلق منه وهو نايم، يقوم بحاجه اسمها ايه يا جماعه؟ هنقولها كمان شويه، باروكسيسمال نكتورنال ديزنيا. ممكن الحاله تتدهور لاكيوت هارت فيلير لمجرد ان المخده وقعت، لان مصلحته يبقى ايه يا جماعه؟ سيمي سيتنج بوزيشن، الفينس ريترن هيقل. غير كمان لما انا ابقى قاعد الديافرام ايه يا جماعه؟ بينزل لتحت، فالدزنيا هتتحسن. واضح ولا مش واضح؟ العيان اللي ينام في السيتنج بوزيشن ده يستحق يموت لغبائه لانه اي كيو شمبانزي قاعد. المفروض من نفسه ينام فين يا جماعه؟ سيمي سيتنج بوزيشن. المهم بقى اول حاجه نريح العيان. طب وتاني حاجه ناكل العيان. وقولوا لي بقى اكل عيان الهارت فيلير يبقى عامل ازاي؟ مين يقول؟ في حاجات ابدا معايا واحده واحده. اول كلمه لازم تعرفها هي اول حاجه لازم وزنك يقل يا استاذ ممدوح. دي اول كلمه. عيان القلب على فكره يا جماعه لازم في الاول وزنه يقل، لان في فرق بين لما يبقى القلب شغال على حاجه قد كده والقلب شغال على حاجه قد كده. استاذ ممدوح لازم وزننا ينزل شويه، يبقى لازم في الاول خالص يعمل ايه يا جماعه؟ دايت. بس برضه ما تبقاش دكتور بارد. يعني ايه ما تبقاش دكتور بارد؟ في دكاتره اللي هو ايه استاذ ممدوح انا عايزك تقلل 20 كيلو مثلا. يا ابني لازم تحط في دماغك حاجه مهمه جدا، اصعب واحد في الدنيا يعمل رجيم هو مين؟ مين اصعب واحد في الدنيا يعمل رجيم؟ سؤال يا جماعه، سؤال. يعني انا انتوا برضو لسه ما فهمتونيش لغايه دلوقتي، بقى لنا 3 حصص ولسه سؤال. يعني انا بتنيل بشرح موضوع الهارت فيلير وبعدين بقول اصعب واحد يعمل رجيم هو مين؟ قطعا هيطلع الهارت فيلير. ما هو لو طلع حاجه ثانيه على فكره يبقى انا مختل عقلي، يعني ما ينفعش. هنعيد الكوبليه ثاني. وانا قلت لكم انا بحب الانفعالات في الحصص. اصعب واحد، بصوا يا جماعه، اول كلمه في الدايت لازم وزنه يقل. ما هو اصلي يا جماعه ما تحاولش تقنعني ان القلب لما يبقى شغال على حاجه زي كده قد زي لما يبقى القلب شغال على حاجه زي كده. فلازم تطلب من العيان استاذ ممدوح لازم وزننا يقل شويه. بس برضو ما تبقاش دكتور بارد، لان اصعب واحد في الدنيا يعمل رجيم هو مين؟ اللي عنده هارت فيلير. طبعا اللي عنده هارت فيلير. ليه بقى؟ لان خدوا بالكم يا جماعه، هو انت، اسالكم سؤال بره الطب شويه، هو انت بتاكل امتى؟ يعني انت بتجوع وتحس ان انت امتى بتاكل؟ لا بعد فتره بالاكل. لا سيبك من لما الجوع دي، انا عايز اجابه طبيه يا جماعه. انت بتاكل امتى؟ بتاكل لما تحس بالجوع، صح ولا غلط؟ تحس بالجوع او مش تحس بالجوع بقى، تحس ان انت ايه يا جماعه؟ همدان. تحس ان انت مش انت وانت هفتان. وعشان كده يقول لك ايه بقى؟ عيان القلب هو عيان باستمرار حاسس ان هو ايه؟ همدان وهفتان. عيان القلب يجي يقول لك ده شكوته الاولى، بيقول لك ايه؟ دكتور انا حاسس ان انا مش ممدوح اللي انا عارفه، انا بقيت من اقل مجهود بتعب، انا حاسس ان انا مرهق، حاسس ان انا همدان هفتان. فطول الوقت ايه يا جماعه؟ بياكل. عشان كده عيانين القلب كلهم في البدايات تلاقيهم ايه يا جماعه؟ تخان. اتفرج على اي عيان قلب تلاقيه ايه يا جماعه؟ تخن. مع ان ده ضد المنطق، لانه بيرجع يخس تاني فين بقى؟ في الاخر. وعشان كده في النهايات، عشان كده يقول لك في البدايات بيبقى ايه؟ تخين، لكن في النهايات بيبدا ايه؟ وهسال سؤال واللي يجاوبه ياخد جنيه. هو مين اللي بيخس اكتر في الاخر بالمناسبه؟ الليفت ولا الرايت سايد هارت فيلير؟ الرايت سايد هارت فيلير طبعا بسبب ايه؟ كارديا بسبب حاجه اسمها كارديا كاشيكسيا، لانه بيعمل ديسبيبسيا. واضح؟ يبقى اول حاجه لازم وزنك يقل يا استاذ ممدوح.
وانت خلي ذكائك كدكتور ان انت ادي دافع للعيان، فهمه قول له يا استاذ ممدوح الهفتان والهبدان اللي عندك ده مش بسبب نقص الاكل، بالعكس قول له يا استاذ ممدوح احنا لو قلنا 10% من وزننا مش بعيد تبقى بتركها، يعني اللي هو انت نفسك هتشوف هتلاقي الديزنيا لوحدها ايه يا جماعه اتصلحت، الإديمة بدأت تقل، مجهودك بقى حلو قوي، مش لدرجة طبعا تبقى بطريقة يعني، بس اهو لو عايز تلعب كرة وتلعب في الزمالك مش مشكلة، لكن خد بالك اللي هو ايه يا جماعة؟ لازم اديه دافع، هو نفسه العيان قول له أستاذ ممدوح افتكر الكلمة دي بحيث كل ما يجوع يفتكر صدى صوتي يفتكر الكلمة دي، مش معنى إن أنت همدان ده قلة أكل، بالعكس أنت لو وزنك قل 10% اديه دافع، هو 100 كيلو النهاردة ده لو بقى 90 كيلو هيبقى إيه يا جماعة؟ هو نفسه هيحس بتحسن كده. واحد وزنه يقل. طب ورقم اتنين؟ طبعا رقم اتنين معلومات عامة، ده الصوديوم الملح. بص يا ابني عيان القلب اللي عنده اي مرض في القلب وبياكل ملح ما تعالجوش، ولو هتعالجه اديله ألامين في الاول وبعدين عالجه، معايا ولا مش معايا؟ عيان القلب اللي بياكل ملح ده عيان لا يستحق ايه يا جماعة انه يخف اصلا، لان ده الملح ده تعرفين الملح بيعمل ايه يا جماعة؟ تصدقوا بالله انا هول ما هقولك الملح بيعمل ايه اقسم بالله كلكم هترجعوا جري على بيوتكم، هو فين؟ يقول لك هو مين؟ قول له الملح وتاخده وترميه بره البيت خالص. ده الملح بيعمل حاجتين انتوا عارفين يوم ما مش هنتكلم خالص مع بعض. الملح بيعمل ايه؟ يحوش الميه. وطبعا طبعا تلاقي واحد قاعد دلوقتي شاب دورسي وايه يعني لما يحوش الميه؟ هو عادي يحوش الميه، ده اللي هو طبعا ده انا اقول له يا راجل بس كده. يعني اول حاجه الصوديوم بيحوش الايه يا جماعه؟ يحوش الميه. طبعا لما يحوش الميه زود اللود على القلب، ما احنا لسه قايلين بقى الحصه اللي فاتت الفوليوم اوفرلود، معايا ولا مش معايا؟ فاول حاجه حوش الميه زود البلاد فوليوم، مصيبه ولا مش مصيبه؟ مصيبه جامده جدا، كارثه على عيان القلب. لا يا جماعه ده الصوديوم بيعمل حاجه ثانيه اقسم بالاول ما اقولها هتكرهوا الصوديوم ده وهتكرهوا اي حاجه بيضه في الحياه. تعرف ايه اللي انا رسمه ده؟ ايه ده؟ بلاد فيسل. قولوا لي بقى ايه اللي جاي ده يعمل فازو كونستريكشن؟ تخيلوا طبعا اليون ملح ده يبقى بيشتغلنا. ايه اللي جاي يعمل فازو كونستريكشن؟ الكاتيكولامين. لكي تشتغل الكاتيكولامين بسهوله محتاجه حاجتين، من ضمنهم على فكره حاجه قلناها الحصه اللي فاتت الكورتيزون وكمان صوديوم. يوم واحد فيكم يقول لي اقول له في ايه يا ابني؟ يقول لي عشان كده الصوديوم بقى ممكن يعمل فازو ايه كونستريكشن بطريقه غير مباشره لانه يسهل عمل الكاتيكولامين. عشان كده عيان الضغط اللي بياخد صوديوم ده عيان قليل ادب، معايا ولا مش معايا؟ عشان كده لو حد ليكوا لو حد فيكوا ليه صاحب في السويد مثلا او النرويج او اللي هم ايه شمال اوروبا، عمرك شفت صاحبك واحد سويدي عنده ضغط؟ مفيش، لانه ما بياكلوش ملح، معايا ولا مش معايا؟ الملح يا جماعه ما بيزيد في الاكل بتاعي على طول الضغط انتشر. لو ما بتاكلش ملح لازم نقعد مع العيان تبقى قوي في الحته دي. على فكره اللي بيفرق بين دكتور والتاني انك لازم ايه يا جماعه تدي للعيان قلمين كده وتقول له بقول لك ايه انت لو كلت ملح هعرفك واطلعك واجيبك واقتلك، لكي تبقى عبره لمن يعتبر، معايا ولا مش معايا؟ لازم يخاف منك، لان خد بالك الملح فعلا من الحاجات الايه عيان بياكل ملح. وانتوا عارفين الست المصريه والعيان المصري، والله يا دكتور ما باكل ملح، والله وانا طول النهار ايه مخلل وترشي ومش عارف الجبنه القديم. يا ابني ما ينفعش ابدا الملح، لازم تقنعه جامد جدا انه ما ياكلش ايه ما ياكلش ملح. بس هو انا يعني اقعد مع العيان كل حاجه ممنوع ممنوع ممنوع؟ على فكره عايز اقول كلمه، الملح اي حاجه تانية هو بالتعود، يعني لو قعد اسبوع ما بياكلش ملح هيبقى كويس، واي حاجه تانية ياكلها عادي. خدوا بالكم من الحته دي، لان في دكاتره يقول لك ايه ما تاكلش بهارات خالص، لا مش بهارات خالص هو الملح بس. واضح الحته دي؟ الحته دي واضحه ولا لا؟ لكن هو انا كل حاجه ممنوع 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 ممنوع؟ لا. قول له بقى استاذ ممدوح انا عايز ازود له حاجه في الاكل. نزود ايه في الاكل بقى؟ لازم نقول له اوصيك خيرا به، ايه الحاجه اللي في صالح عيان القلب؟ واي واحد فيكم قلبه ضعيف شويه لازم الحاجه اللي هقولها دلوقتي يكتر منها قوي. ايه هي؟ البوتاسيوم. شفتوا بقى يا جماعه البوتاسيوم، نقول له استاذ ممدوح ما تنزلش على شجره الموز يا استاذ ممدوح، انا عايز حياتك كلها موز 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 موز. عارف اللي هو ايه يا جماعه؟ بلاش نيجي في رمضان كده نقول له وانت صايم كده في رمضان عايزك تسلي صيامك بعصير قمر دين، طول ما انت قاعد قمر دين قمر دين كل ده فيه بوتاسيوم. انت عمرك شفت قرد عنده ضغط؟ عمرها حصلت بجد والله؟ عم عمرك شفت قرد عنده ضغط بسبب الموز؟ فعشان كده يقول لك ايه بقى البوتاسيوم. ليه؟ ليه يا جماعه؟ لان هناك علاقه عكسيه دائما بين البوتاسيوم والايه والصوديوم. صوديومك بوتاسيومك هيزيد، صوديومك هيقل، وهو انا عايز ايه غير ان صوديومك يقل؟ وعشان كده لا لا لا، وعشان حاجه تانية، ما يصحش عيان القلب يدخل في هايبوكالميا، ما يصحش. وعلى فكره زيه زي عيان الليفر، ولا عيان القلب ولا عيان الكبد يصح ان هو يدخل في ايه يا جماعه؟ في هايبوكالميا. واحد يقول لي ليه؟ اقول له هنعرف كمان شويه، بس ما يصحش العيان يدخل في ايه يا جماعه؟
يبقى لازم ياخد بوتاسيوم. يبقى قلنا رقم واحد وزنك يقل. رقم اتنين قلنا ايه يا جماعه؟ الصوديوم ممنوع. معايا ولا مش معايا؟ يعني على قدر الامكان ممنوع. طب والبوتاسيوم؟ لا ده لازم بقى بوتاسيوم الموز حياتي. اكتبوا كده بالعربي. مين اللي كان بتحب تكتب بالعربي؟ كان انت بقى بتحب تكتب الموز حياتي. المشمش حياتي. معايا؟ ده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ الدايت. يبقى احنا قلنا رقم واحد نريح العيان، قلنا كمان ناكل العيان، نهدي العيان اي سيده تنفع. كلام نظري يتكتب عشان نريح العيان ذهنيا يعني. لا يا جماعه الكلام ده كله حماده بالجنزبيل. هو بينه وبينكم بقى بدايه علاج الهارت فيلير هي ايه؟ السبيسيفيك تريتمنت. بقى احنا قلنا علاج الهارت فيلير كام حاجه في الاول؟ واحد تريتمنت اوف الكوز الاندرلاين، ذاكره الدبانه والله، ذاكره الدبانه تشعه وثلاث ثواني وترجع تاني. واحد اندرلاين كوز. اثنين بريسيبيتيتنج فاكتور. اكزامبل هايبرليبيديميا، وان ال دي ال المفروض يبقى اقل من 70 والاتش دي ال اكتر من 60 والترايجلسرايد اقل من 150. وبعد كده في عندنا حاجات جنرال، ناكل العيان، نهدي العيان، نريح العيان. طب وبعد كده سبيسيفيك بقى. بس والله العظيم انا مش قايل السبيسيفيك غير ما تحفظوا الجمله. نحفظ الجمله دي وبعدين نبدا نقول السبيسيفيك. لان انا عارف اللي بيحصل في الامتحان، هتدخل كل اللي هتفتكره ايه؟ والله اللي بيحصل انا عارفه. ده طالب دخل الحاجه الوحيده اللي افتكرها في الامتحان ديجيتالز. طب يا ابني حاجه ثانيه كنت فاكرها؟ لا. طب عملت ايه؟ الفت. ما دام الف تلاقي كاتب لك ايه بقى؟ سيفو تاكس. ما احنا بنالف بقى سيفو تاكس، واللي كتب لك امبيسيلين عشان الانفكشن، واللي كتب كلوروكين عشان مش عارف الملاريا، اي كلام بقى. بس هو انت لازم غير طالب ماسك خيوط اللعبه في ايده. ان السبيسيفيك تريتمنت، والله ما انا قايله غير ما احفظ جمله. السبيسيفيك تريتمنت لازم تحفظ جمله بتقول ايه؟ ان السبيسيفيك تريتمنت ثلاث حاجات. هي دي الجمله. السبيسيفيك تريتمنت هيبقى كام حاجه؟ ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات بقى؟ ميديكال رقم واحد. هسالكوا سؤال وجاوبوني بصراحه. هو في طالب فيك يا مصر مش هيكتب الميديكال تريتمنت وفارت فيلير؟ ده يبقى ايه ده؟ ده انت لو جبت واحد كليه زراعه قسم زخرفه هيكتب الادويه بتاعت الهارت فيلير، هنقولها دلوقتي. انما الراجل في الكنترول عينه على ايه بقى يا جماعه؟ عينه على ايه؟ مين اللي هيكتب رقم واحد ميديكال اللي بينقص بقى؟ رقم اتنين ايه يا جماعه؟ حاجه اسمها انترفينشنال. ايه انترفينشنال ده؟ شغل اساتر. وعلى فكره الثوره العلاجيه في علاج الهارت فيلير هي في الانترفينشنال. معايا ولا مش معايا؟ وهتلاقوا حتى كتاب الاسم مركز قوي على الحته دي. فحتى عشان يبان ان انت مذاكر من ايه يا جماعه؟ من كتاب الاسم. يبقى رقم واحد ميديكال، رقم اتنين ايه؟ انترفينشنال، وطبعا رقم ثلاثه سيرجيكال. واضح؟ مش عارف اعمل ايه عشان تدخلوا الامتحان تفتكروا الكلام ده، لان برضو هتدخلوا هتفتكروا ايه بس يا جماعه؟ الميديكال بس. كتبت يا بنت الانترفينشنال؟ يا دكتور انا نسيت خالص. كتبت طب السيرجيكال؟ لا ما انا برضو. طب الميديكال؟ لا ما الادويه دخلت في بعض برضو ما فهمتش. ميديكال انترفينشنال سيرجيكال. يبقى السبيسيفيك تريتمنت كام حاجه؟ ميديكال وانترفينشنال وايه يا جماعه؟ وسيرجيكال. بس والله ما نعيلهم غير ما برضو نحفظ حاجه مهمه قوي. ساعات تدخل الشفوي يقول لك عارف يا ابني علاج الهارت فيلير؟ تقول له طبعا يا دكتور في حاجه؟ عارفه والله في حاجه. يقوم قايل لك طب قول لي العلاج، قول لي الهدف من العلاج. تلاقي الطالب داخل الهدف من العلاج رقم واحد ميديكال. يا ابني انا مش عايز اعرف الادويه، انا عايز اعرف الهدف من العلاج. في دكاتره فلاسفه، هو دايما بيبدا لجنه شفوي بالحاجات اللي ايه يا جماعه؟ عشان يستشف مستوى الطالب اللي قدامه. هل هو قاعد يحفظ وخلاص طول السنه واحفظ وسمع وخلاص، ولا اوبن مايندد وفاهم كويس؟ ايه هو الهدف من علاج الهارت فيلير؟ ان الهدف من علاج الهارت فيلير اربع حاجات. شفتوا بقى يا جماعه ايه الهدف؟ على فكره ساعات في الحاله، وهنحل حاله، انا ما كنتش عايز احرق السؤال ده لان هجيبه لكم الحصه الجايه في الامتحان، هتلاقي كيس كده. ومش بقول لك قول التريتمنت، انما بقول ايه بقى؟ ايه الايم بتاع التريتمنت؟ هدفك ايه؟ هتلاقي برضو واحد كاتب هدفي وكاتب رقم واحد لازكس، هو يا ابني ده هدف؟ ده مش هدف، انا عايز اعرف الهدف ايه؟ ايه الايم بتاع التريتمنت؟ ان الهدف كله اربع حاجات. بس اللي انا متاكد منه ان في ثلاث اهداف لو جبنا اقل واحد فيهم، والله لو جبنا اغبى واحد قاعد في القعده دي، والله هيبقى عارف ثلاث اهداف اللي في الاول. انما هي القضيه والاشكاليه بالنسبه لي في الهدف الرابع. طب نخلص من الثلاث اهداف اللي قال واحد، ويا ريت اللي يجاوب السؤال ده يبقى واحد الاي كيو بتاعه قليل شويه، ندي فرصه للجماعه دول يجاوبوا بقى. ايه الثلاث اهداف اللي في الاول؟ واحد، يا ريت الناس الشاطره ما يجاوبوش، الناس الشاطره هنفكر مع بعض في الهدف الرابع. واحد طبعا، برافو عليك. اول حاجه برافو عليك. اول حاجه ايه يا جماعه؟ فاكرين الاسباب؟ هي الاسباب كانت ايه الحصه اللي فاتت؟ مش كانوا ثلاث اسباب؟ ثلاث تلفات. واحد ما يقرب الزيس، ورقم اتنين زيادة البريلود، ورقم ثلاثة زيادة الافتر. يبقى اذا لما انا اقول لك الثلاثة دول في مستوى الطالب الاهطل تصدقني؟ لان الهدف الاول في العلاج، اول ثلاث اهدافهم ايه؟ ادي حاجة تزود الميوكارديا الايه؟ كونتراكشن. صح ولا غلط؟
ادي حاجه تقلل البريلود اللي هو الفينس ريترن اللي هو البلاد فوليوم يعني، وادي حاجه تقلل الافتر لود، تقلل الريزيستنس قدام القلب لو في ضغط عنه وهكذا يعني. يبقى دول الثلاث اهداف اللي في الاول. لكن لا يا جماعه، الحياه علمتني، او بلاش الحياه علمتني، علمتني الحياه ان الراجل في الكنترول لما بيشوف اجابه السؤال ده هو عينه على رقم 4 مش عينه على الثلاثه دول. رقم 4 ايه؟ قلنا الحصه اللي فاتت لابد انتوا بتنسوا، قلنا الحصه اللي فاتت وركزت عليها جامد جدا، قلت لك الهدف الامثل والاصلي والهدف الاساسي في علاج الهارت فيلير تعمل انهيبيشن اوف ايه؟ ايوه انهيبيشن اوف راس، انهيبيشن اوف راس. ايه الراس دي؟ اللي هي الرينين انجوتنسن اندوسيرون سيستم اللي شرحناها الحصه اللي فاتت. ايه ده؟ اصل انت لو سبت العيان على طبيعته ايه اللي انا رسمها دي يا جماعه؟ دي ايه؟ دي الكليه. برافو عليك. طب هو لا، ده الكليه في عيان عنده هارت فيلير. يعني ايه الكليه في عيان عنده هارت فيلير؟ يعني عنده نو كاردك اوت بوت، فالدم اللي بيوصل للكليه هيبقى ايه؟ قليل. تقوم الكليه تنفعل وتطلع ايه؟ رينين. يصح تسيب الرينين شغال؟ لا يا جماعه، لازم جزء اصيل من العلاج انهيبيشن اوف ايه يا جماعه؟ انهيبيشن اوف رينين، انهيبيشن اوف راس. يقوم لو واحد فيكم فيلسوف يقول لي اقول له ايه يا ابني؟ يقول لي افتكرت الكلمه اللي انت قلتها الحصه اللي فاتت. قلت ايه؟ قلت البيتا بلوكر تستخدم في علاج الهارت فيلير عشان 7 ميكانيزمات. ادي ميكانيزم منهم اهو، لان معروف ان البيتا بلوكر بتعمل ايه؟ انهيبيشن اوف ايه يا جماعه؟ انهيبيشن اوف رينين، صح ولا غلط؟ فعشان كده، عشان كده الاربع اهداف، واحد حد يقول بقى مايوكارديال ديزيز، رقم 2 بنقلل البريلود، رقم 3 نقلل الافتر لود، رقم 4 انهيبيشن اوف راس. لكن يلا بينا نبدا بالميديكال ولا بالسيرجيكال ولا بالانترفينشنال؟ ايه رايكم بقى؟ نبدا بالميديكال طبعا، ونبدا والله العظيم اللي في دماغكم غلط. ليه بقى اللي في دماغكم غلط؟ لان انا عارف اللي في دماغكم. اذا ذكر الهارت فيلير ذكر ايه؟ ديجيتال. صدق بالله انت لو قلت ديجيتالس اول كلمه في الشفوي اقسم بالله مش بعيد، صفر وشلوت ويقول لك وايه؟ صفر بطنه وبراحه كمان. ديجيتالس دي يا ابني، ده اولا في اساتذه بيجي لها العصب لما تقول كلمه ديجيتالس، وبينه وبينك عندهم حق. هو انت، انا دلوقتي لو انا مثلا، او بلاش لو انا، لو انت حد فيكم دخل في هارت فيلير دلوقتي، تفتكر الروشته بتاعته اول دواء هيتكتب فيها ايه؟ ديجيتالس؟ لا طبعا، لا طبعا. اول دواء هنبدا نتكلم عنه هو الدايوريتكس. اول حاجه دايوريتكس طبعا. يوم واحد يقول لي ايه؟ يبقى رقم واحد دايوريتكس. يوم واحد يقول لي طب انا ليه بدي دايوريتكس في الاساس؟ ليه بدي دايوريتكس؟ تصدق بالله ده الدايوريتكس بتعمل حاجتين اول ما هقولهم، مش بعيد كلكم تنزلوا جري على اقرب صيدليه وتجيبوا لازكس وتاخدوه، ما انتوا اكيد برضو قلوبكم تعبانه من المذاكره. الدايوريتكس رقم واحد يوم ما مش هنتكلم خالص مع بعض بتعمل ايه؟ رقم واحد بتنزل ميه، تقوم تقلل ايه؟ الكونجيشن. وانت سواء ليفت او رايت سايد هارت فيلير عندك كونجيشن، صح ولا غلط؟ لو ليفت عندك لانج كونجيشن، ولو رايت عندك ايه يا جماعه؟ سيستميك كونجيشن. طب ما انت لما تنزل الميه هيحصل ايه؟ كونجيشن هيقل، وبالتالي الاعراض. اذا قولوا لي صح ولا غلط ان الدايوريتكس سيمتوماتيك تريتمنت، صح ولا غلط؟ طبعا صح. واحد عنده ديزنيا من الكونجيشن الجامد ده، هتاخد دايوريتكس هتنزل ميه يحصل هايبوفوليميا الكونجيشن يقل. لكن لا يا جماعه، ده الدايوريتكس بتعمل حاجه تانية اول ما هقولها، هي دي بقى اللي هتخليكم كلكم تاخدوا لازكس النهارده. عارفين اول واحد سنه 1900 وخشبه، تعرف لما بيجي لك عيان ضغط المستشفى تعمل له ايه؟ تقوم مديه لازكس، صح؟ وتقعده على كرسي كده، كرسي متحرك، وكل ربع ساعه يخش الايه يا جماعه؟ الحمام، يقوم ينزل شويه ميه، يقوم الضغط ايه؟ يقل. سنه 1900 وخشبه في مره من ذات المرارير دكتور كان قاعد فدى للعيان لازكس، وبعدين قاسله الضغط لقى الضغط قل ايفن قبل ما يخش الحمام. ففكر قال ايه ده؟ الله، ده معنى كده ان اللازكس بيعمل حاجه ثانيه غير ان هو ايه يا جماعه؟ غير ان هو دايوريتكس. قعد يفكر يفكر يفكر، لان اللازكس ده ايه بقى يا جماعه؟ فازو دايليتور كمان. عارف فازو دايليتور؟ يعني وكانك ضربت حجرين بعصفور واحد. شفت بقى ضربت حجرين بعصفور واحد ليه؟ انت عملت سيمتوماتيك تريتمنت قللت كونجيشن، وعملت فازو دايليتور فقللت كمان مين؟ الافتر لود. معايا ولا مش معايا؟ بس بيني وبينكو الميكانيزم الاساسي هو ايه؟ طبعا هو ان هو بينزل الميه. لكن انا مش عارف معلوماتكم في الفارما عامله ازاي. ايه انواع الدايوريتكس اللي انتوا عارفينها؟ اشهر نوعين اللي هم ايه؟ اللوب والبوتاسيوم. اللوب، لا بس البوتاسيوم سبيرنج ده في الاخر، لكن اشهر نوعين اللي هم ايه؟ طبعا اللي هو اللوب دايوريتكس اللي هو الفيروزامايد اللي هو اللازكس، وفي عندنا كمان السازايت. طب اشوفكم فاهمين ولا مش فاهمين، او فاكرين ولا مش فاكرين. الميكانيزم اوف اكشن بتاع الاثنين دول، الاثنين نفس الميكانيزم بالمناسبه، بيروحوا يشتغلوا على التيوبولز يعملوا انهيبيشن اوف ايه؟
يعني ادي تيبيولز اهي ادي البروكسيمال كونتريبيوتد تيبيولز صح. وبعدين بقى في هنا اللوبو فني معايا وبعدين بقى الايه اللوب اللي ضعف هنا وفي الاخر خالص الديستال ايه يا جماعه الديستال ضغط. هو سواء لازكس اللازكس طبعا بيشتغل على ايه من اسمه اللازكس لوبو فني ده اسمه لوب دايروتكس معايا. السيازايد بيشتغل فين بقى سيازايد يبقى ديستال تيبيوت. وعشان كده على فكره الاثنين نفس الميكانيزم اوف اكشن بيعملوا ايه الانهيبيشن اوف ري ابزوربشن اوف اربع حاجات اللي اهمهم ايه يا جماعه يمنع الري ابزوربشن بتاع الميه والري ابزوربشن بتاع الصوديوم. وهقول كلمه المفروض وانا بقولها تلطموا وانتوا قاعدين وبيمنع الري ابزوربشن اوف بوتاسيوم. ده انت عارف وانا بقول ري ابزوربشن اوف بوتاسيوم على طول تفتكر الكلمه اللي انا لسه قايلها ما يصحش العيان يدخل في هايبوكاليميا. يعني انا لو زودت جرعه اللازكس ممكن يحصل ايه يا جماعه ما هو بيمنع الري ابزوربشن اوف بوتاسيوم فالبوتاسيوم كله هينزل في اليورين يقوم العيان يدخل في هايبوكاليميا وما يصحش. عشان كده انا بخاف جدا من الدايوريتكس ليه في كلمه واحده بسبب الهايبوكاليميا دي. المهم بيمنع الري ابزوربشن بتاع الميه بتاع الصوديوم بتاع البوتاسيوم بتاع كمان الاتش ايونز. حلو الكلام. ايه الفرق بين اللازكس والسايزايد؟ ما الاثنين بيعملوا نفس الاكشن هما بيعملوا نفس الكلام ده. الفرق في مكان في السايت اوف اكشن. اللازكس في اللوبو فين طب السايزايد في الديستال. عشان كده اسال سؤال الاغبياء فقط تفتكروا مين الاقوى اللازكس ولا السايزايد؟ طبعا 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 اللازكس. ليه؟ لانه بيشتغل من بدري. انما السايزايد جاي يشتغل امتى في الديستال ما خلاص اوريدي حصل ابزوربشن لكل الحاجات دي باقي 5% بس هو بيشتغل عليهم. وعشان كده في عيان الهارت فيليا مين الدراج اوف تشويس لازكس ولا سايزايد؟ طبعا اللازكس معايا. السايزايد دراج اوف تشويس في الهايبرتنشن وهنعرف ليه لان عيان الضغط انا عايز اسويه على نار هاديه. انما في الهارت فيليا لا طبعا لازم لازكس. بس هسال سؤال مش عارف برضه انتوا فاكرين فارما ولا لا ايه السايد افكت بتاعت اللازكس؟ خدوا بالكم الحته دي هتتكرر في منهج البطنه كتير قوي لان اللازكس ليه استخدامات كتير قوي في منهج البطنه. فاللازكس ده ايه السايد افكت بتاعه؟ مين يقول؟ انتوا انا حاسس ان انتوا مش ماسكين كده خيوط النقل يعني من الفارما. يعني المفروض تبقى فاكر من الفارما ان السايد افكت بتاع اللازكس او السايزايد كان 4 هايبو و4 هايبر صح؟ 4 هايبو طبعا 4 هايبو لو انا في مجموعه طبيعيه وجيت اقول 4 هايبو انتوا كلكم تقولوا لي ايه؟ لا مش لدرجاتش لان 4 هايبو بص للرسمه دي وانتوا نفسكم هتقولوا لي كل اللي انت عايز تقوله وصل خلاص. واحيانا يكون الصمت ايه؟ قبلك مليون مره من اي كلام لان الاربعه هايبو اللي هم ايه بس هنغلط برضه. اربعه هايبو اللي هم ايه هايبوفوليميا هايبوناتريميا هايبوكاليميا الكالوزس. بس تكتب الكلام ده بخط واضح جدا في الامتحان والراجل يديك صفر بخط واضح. لان اللي انا اعرفه الاولويات مهمه جدا. انا خايف جدا من ايه؟ انا خايف جدا من هايبوكاليميا. عشان كده الطالب الذكي لما تقول له سايد افكت اوف دايوريتكس ايه قول له رقم واحد هايبوكاليميا. عايز حاجات تانية يا دكتور ولا لا؟ لو قال لك لا هيقول لك الهايبوكاليميا تكفيني. هايبوكاليميا لان ما يصحش عيان القلب يدخل في ايه؟ في هايبوكاليميا وهنعرف ليه كمان شويه. هايبوكاليميا، هايبوناتريميا، هايبوفوليميا والكالوزس طبعا. طب وزي ما بيعمل اربعه هايبو كان بيعمل كمان اربعه هايبر. ايه هما؟ انتوا مش فاكرين على فكره الفارما ده على فكره الحاجات دي بتيجي في الام اس كيو. اربعه هايبر. وعشان ما تنساش اول اربع حروف في كلمه ايه بقى؟ جلوكوز. اهو يعني ايه اول اربع حروف في كلمه جلوكوز؟ قولوا بقى هايبر جلايسيميا. يوم واحد يقول لي عشان كده لازم ناخد بالنا في عيان مين؟ السكر صح. هايبر ليبيديميا. هايبر ليبيديميا دي عشان كده لازم ناخد بالنا جدا ولازم نعمل ليبيد ايه يا جماعه؟ بروفايل. شفت اللازكس ممكن يزود ايه بقى؟ يزود لك الليبيد اهو. وهايبر ايه كمان؟ يوريسيميا. يعني اللازكس ممكن يعمل جوت او ممكن شفتوا بقى. ونيجي هنا بقى في السي دي ونهدى بقى وهنا اعرف مستواكم الحقيقي. والسؤال ده بيجي في الام اس كيو. السي اللي هي الكالسيوم يا ترى يا هل ترى هل الاثنين بيعملوا هايبر كالسيميا؟ لا كان في واحد بيعمل هايبر كالسيميا وكان في واحد فيهم بيعمل ايه؟ هايبو كالسيميا. يا ترى يا هل ترى مين فيهم بيعمل هايبر كالسيميا؟ عشان هيجي سؤال في الام اس كيو يقول لك اول اوف ذا فولوينج كل الادويه الاتيه تعمل هايبر كالسيميا اكسبت. فانت هتبقى قاعد وتلاقي ودانك عماله تطول. هو مين اللي كان بيعمل هايبر كالسيميا ومين اللي بيعمل هايبوكالسيميا؟ تفتكروا مين؟ طب انا هسالكم سؤال يا جماعه بره الدور. سايازايد هما ليه اسمه سايازايد؟ حد بيسال نفسه الاسئله دي؟ سايازايد سيزيد الكالسيوم
طب ده بكل بساطه يبقى سايا زايد هو ده اللي بيعمل هايبر كالسيميا. هو السؤال ده جامد صح؟ لا والله غلطت فيه ولا سايا زايد. شفت بقى ما انت لو كنت بتسال نفسك السؤال ده ليه سموا سايا زايد سايا زايد؟ عشان سايا زايد اكتب كده سيزيد الكالسيوم. يا راجل حتى لو انت مش مقتنع بحته سايا زايد سيزيد الكالسيوم لازكس لا يزيد الكالسيوم يعني كده هي كده. فعشان كده سايا زايد ايه بقى يا جماعه؟ تعمل هايبر كالسيميا. عشان كده لو واحد عنده هايبر كالسيميا يجي بقى في الامتحان في الام اس كيو بطريقه ثانيه الطريقه دي هي اللي هتجيلك في البطنه وتبقى غلطت بسبب المعلومه دي في الفارما وهتغلط برده في البطنه بسبب لان هيجي يقول لك ايه بقى واحد عنده هايبر كالسيميا اول دواء ياخده يقوم جايب لك اختيارات لازكس سايزايد سيفوتاكس امسلين ياخد ايه لازكس ولا سايزايد لازكس لان اللازكس هو اللي بيعمل هايبوكالسيميا لانه بينزل الكالسيوم في اليورين يبقى تاني سايزايد سيزيد الايه سيزيد الكالسيوم. طب اشوفكم فاكرين ولا لا اللازكس كان بيعمل حاجتين كمان هو انتوا يا جماعه مش فاكرين فارما كانوا بتاع الفارما دايما يقولوا لنا ايه ما انا هقول لكم ما لازم احسسكم بالذنب كده هو اللازكس كانوا دايما بتوع الفارما يعملوا ايه يا جماعه يجي جنب اللازكس ويقول لك ارسم ودني كده او كليه مفيش مشاكل خالص لان فعلا كنا بننسى بعد اسبوع هي دي كليه ولا ود ومفيش مشاكل خالص لانه زي ما بيعمل اوتو توكسيستي بيعمل كمان نيفروتوكسيستي عشان كده اللي بياخدوا لازكس ممكن يبقى عندهم مشاكل في ودنهم ممكن يبقى عندهم مشاكل في الكليه وهكذا يبقى السايد افكت اوف دايوريتكس ايه هما بقى لان الحته دي بتتكرر كتير قوي في منهج البطنه اربعه هايبو واربعه يا جماعه واربعه هايبر اربعه هايبو اللي هما واحد هايبوكاليميا لا اوعى تقول هايبوكاليميا رقم 2 هايبوكاليميا وبعدين هايبو بوليميا هايبوناتريميا الكالوسيس على فكره واحد يقول لي انا دايما بتلخبط ودي فعلا اصلا اعرف الطلبه برده في الامتحانات اللي بيحصل ينسى هي الكالوسيس ولا اسيدوز هو بص يا جماعه اشوفكم برضو فاكرين زابتين اسيد بيس بالانس هو في اغلى هو انتوا كنتوا في 5 سنين بتعملوا ايه اللي فاتوا بص السنه بتخلص خلاص بص طب بص يا جماعه هقول لكم على حاجه بسرعه طب والله اللي جاوب السؤال ده اقسم بالله العظيم ما هرجع في كلامي ومش احمد بوافي اللي بيرجع في كلامه اللي هيجاوب السؤال ده ياخد جنيه هو الهايبوكاليميا تعمل الكالوزس ولا اسيدوزس والالكالوزس تعمل هايبوكاليميا ولا هايبركاليميا والهايبوكالوزس تعمل اما يجي يقول لك مثلا هنا في هايبوكاليميا هايبوكاليميا وايه الاثنين دايما يبقوا مع بعض يا جماعه اصل في حاجات بديهيه الكالوزس اكتبوا الكالوزس كده اكتبوا الكالوزس عشان هتحسوا بذنب غير عادي دلوقتي انتوا نفسكم هتقولوا لي سامحنا يا دكتور الكالوزس اكتبها كده الكالوزس شايف شايفين يا بتوع المدارس يا متعلمين فهمتوا انا عايز اقول ايه ولا لا فالكالوزس تعمل ايه في لسه برضو معانا ثلاثه ما فهموش عندنا طبق كشري الكالوزس اهو يعني عامل الدركات يبقى الكالوزس غلط عشان تفكر يبقى بوتاسيوم بس تفضل فاكر اصل انا ليه بقى لان بشوف قدامي طلبه في الشفوي قول لي يا ابني الالكالوزس تعمل هايبوكاليميا ولا هايبركاليميا فتلاقي طالب بريء جدا طبعا يا دكتور الهايبوكاليميا يعني الاستاذ طبعا هايبوكاليميا هو بس هيقول له ايه يا راجل ايه ده هايبركاليميا هايبركاليميا يا راجل لا دكتور ده هو بيأثر على الصوديوم ما بيأثرش على البوتاسيوم اصلا انا قلت البوتاسيوم ازاي يا انا بقى عايزك يا راجل يا اي حاجه الكالوزس تبقى فاكر ان هي هايبوكاليميا وبالمناسبه الهايبوكاليميا بتعمل الكالوزس وليه بقى هنبقى نعرف عليه بس هو عموما ايه السايد افكت اوف دايوريتكس تاني واحد هايبوكاليميا هايبوناتريميا هايبوفوليميا الكالوزس وبعد كده الاربعه هايبر اللي هم ايه اول اربع حروف في كلمه جلوكوز اللي هم يلا حد يقول بقى هايبر جلايسيميا هايبر ليبيديميا هايبر يوريسيميا ونقف مين اللي بيعمل هايبر كالسيميا سايزايد ايش معنى سايزايد سيزيد الكالسيوم لا بلاش سوف يزيد سيزيد الكالسيوم معايا ولا مش معايا وبعدين لازكس اللي هيزيد الايه الكالسيوم وفي اللازكس هنزود ايه كمان طب سؤال يا جماعه هو اهم سايد اخطر سايد افكت هايبوكاليميا صح ولا غلط هايبوكاليميا دي اخطر حاجه في الدنيا حلوها لي كده تحلها ازاي يا سلام بقى لو انتوا في الدايروتكس كان في كمان دايروتك مجموعه اسمها ايه بوتاسيوم سبيرينج دايروتك اللي هي كانت بتعمل ايه سمعتوا عن دايروتك اسمه سبايرون ولاكتون عارفين هو على فكره كدايروتك هفك ما بيعملش حاجه روحوا النهارده كلكم خدوا سبايرون ولاكتون كده ولا الهوا اللي هو هتلاقي اليورين هو ما بيزيدش على فكره هو كدايروتك هفك ميزته الوحيده في الحياه ان هو بيعمل ايه بقى بوتاسيوم سبيرينج يعني بيزود البوتاسيوم طبعا فهمتوني بقى هو بيزود البوتاسيوم ليه بالمناسبه ليه السبايرون ولاكتون بيزود البوتاسيوم لا لانه عكس اللازكس ايه اللي جسدي ليه بيزود البوتاسيوم طبعا مدارس متعلمين قولوا
سبيرونولاكتون ليه بيزود البوتاسيوم؟ لانه بيعمل انهيبيشن لهرمون مش عارف سمعته عنه قبل كده ولا لا، اسمه الدوستيرون. هو الدوستيرون انتاجونست. طب ما الالدوستيرون بيعمل ايه في البوتاسيوم؟ ما هو الالدوستيرون بيزود الصوديوم ويقلل البوتاسيوم، صح ولا غلط؟ بس دي عايز واحد شغل دماغه قوي بقى، عايز واحد ذكي. الالدوستيرون بيقلل البوتاسيوم، يبقى لما قلل الالدوستيرون يقوم البوتاسيوم ايه يعني؟ بس عايز واحد ذكي قوي بقى اللي هو بيعرف يربط الامور مع بعض. انتوا واخدين بالكم؟ وعشان كده السبيرونولاكتون بيعمل ايه يا جماعه؟ يعمل هايبركاليميا. فهمتوني بقى؟ يا سلام، لما تروح للسوبر ماركت النهارده تقول انا عايز شويه لاسكس، بس الله يخليك عشان خاطري رش لي عليهم شويه ايه بقى؟ السبيرونولاكتون. دواء مشهور جدا، اتحدى لو لقيت عيان كارديو عيان هارت فيلير ما بياخدش الدواء ده. طب والله العظيم ما في روشته هتشوفها العيان هارت فيلير الا لو اول دواء فيها هو ايه بقى؟ لازيلاكتون. طبعا النهارده فهمت يعني ايه لازيلاكتون. لازيلاكتون اللي هو عباره عن ايه؟ ده معمول في سوبر ماركت اللي هو عباره عن لازكس ورشينا عليه شويه ايه يا دكتوره؟ سبيرونولاكتون. ليه؟ الاثنين دايوريتكس، بس بينه وبينكم الاقوى اللازكس طبعا. واللازكس بيعمل هايبوكاليميا والسبيرونولاكتون بيعمل ايه؟ هايبركاليميا، تبقى يا دار ما دخلك شر. عشان كده اي عيان هارت فيلير اتفرج كده عمره ما بياخد لازكس لوحده. لو دكتور فاهم تلاقيه كاتب له ايه يا جماعه؟ لازيلاكتون. اسال سؤال غبي قوي، السؤال ده فعلا غبي جدا على فكره. هو انا لو هكتب لازيلاكتون ده اكتبه صباحا ولا صباحا ومساء ولا مساء؟ صباحا. ايه رايك؟ عايز اشوف دماغكم برضه. صباحا انت كتبت لازيلاكتون عرفت اول دواء، هتقول له لازيلاكتون استاذ ممدوح هتاخده صباحا ولا صباحا ومساء ولا مساء؟ صباحا. ده بيقول في الهند على فكره تلاقيهم كاتبين ايه؟ دكتور شاروخان تلاقي داخل ايوه امتاب عامل ايه؟ فامتاب يقول له انا القلب بتاعي تعبان قوي، ريجكشن فراكشن يا دكتور 40% وتعبان ومش عارف ايه ومش قادر اخد نفسي. فيقول دكتور شاروخان كاتب ايه لامتاب بقى؟ يقول له خد بقول لك ايه، لازيلاكتون بس صباحا ومساء. وطبعا شاروخان ممكن ده رايح ده واحد دكتور هندي يعني بيروح المستشفى على فيل ابيض يعني، فرايح كده على فيل ابيض يقوم قايل له ايه بقى؟ لازيلاكتون مساء. طبعا انت بتعمل جريمه في حق الاحيان ده، لانه هيفضل طول الليل ايه؟ ده هيجي له الضغط من كتر قله النوم طول النهار. فانت الدايريتكس الصح تاخده امتى؟ صباحا بس. احيانا عند اللزوم لما تبقى العمليه جامده قوي صباحا ومساء ماشي، بس هو صباحا بس. حلو الكلام ده. اول دواء في علاج الهارت فيلير. ليه بدي الدواء ده؟ عشان في دكاتره بتهتم بالجانب الفلسفي مش الادويه. يعني يقول لك الهدف ايه؟ ما احنا عرفنا الهدف. طب الدايريتكس تحديدا بديها ليه؟ ده انت ضربت حجرين بعصفور واحد. حجر الاول ايه هو؟ الحجر الاول هو سيمتوماتيك تريتمنت لانه قلل الكونجيشن. الحجر الثاني انه فازو دايلت. معايا ولا مش معايا؟ طيب المهم ده الدواء الاول. طب الدواء الثاني بقى، بصوا يا جماعه الدواء الثاني دايليتورز. طبعا انا مش جاي النهارده عشان اقول لكم انا ليه بدي دايليتورز، معايا ولا مش معايا؟ بس خدوا بالكم طبعا الدايليتورز مكتوب في الكتاب ايه؟ فارماكولوجيكال ديتيلز في الهايبرتنشن. انا بحاول اوزع كده في كل موضوع حته فارما بحيث ايه يا جماعه ما تحسش بالملل، لان الفارما بتبقى ممله فعلا. فهو الدايليتورز هنشرحها بالتفصيل فين؟ في الهايبرتنشن. بس عموما بقى ده ايه؟ ايوه ايه بالظبط؟ ارتري ولا فين؟ ارتري. ارتري ارتري. ما احنا لسه هنمسك الوانه الاول. هو ده ارتري وده ايه؟ وده ايه؟ فين؟ طب اشمعنى بقى انتوا عارفين اهو؟ وده فين اهو؟ وفي حاجات بتشتغل على الاثنين الارتري والفين. في حاجات بتوسع الارتري بس. طبعا انا مش جاي النهارده اقول انا ليه بدي حاجات توسع الارتري يورزو بس، ولا حد قاعد في الحياه؟ في حد قاعد في الحياه اللي هو بدي حاجات توسع الارتري يورز ليه؟ بدي حاجات توسع الارتري يورز لانها هتعمل ايه يا جماعه؟ هتقلل الافتر معايا. السكه تبقى سالكه قدام القلب، القلب يضخ الدم في شوارع سالكه يقوم ما يتعبش. وهو انا عايز ايه من عيان الهارت فيلير غير ان قلبه ما يتعبش؟ وعشان كده يقول لك في حاجات بتوسع الارتري يورز وفي حاجات بتوسع الفينيوز. طبعا تلاقي واحد برضو اللي هي فينو دايليتورز بقى، وتلاقي واحد برضو ايه او تلاقي ثلاثه قاعدين في الحياه اللي هو ليه بدي فينو؟ بدي فينو دايليتورز ليه؟ لانه هيقلل مين بقى؟ البريلود. يا سلام لو ادي حاجه توسع الاثنين يبقى انا ضربت ايه؟ حجرين بعصفور واحد، لاني قللت البريلود وقللت كمان ايه يا جماعه؟ الافتر. وعشان كده في عيان الهارت فيلير مين اللي بيستخدم بقى؟ هو الحاجات اللي بتوسع الاثنين الارتريولز والفينيوز. عشان تبقى ضربت حجرين بعصفور واحد وسعت الارتريولز فقللت مين؟ الافتر لود، وسعت الفينيولز فقللت البريلود. بس انا عموما الفارماكولوجيكال ديتيلز هنقولها فين؟ هنقولها في الهايبرتنشن. بس برضو الكلام ده خدتوه في الفارما. فاكرين الفارما يا بتوع المدارس متعلمين ولا لا؟ لا. فاكرين تعرفوا تقولوا ادويه كانت بتوسع الارتريولز بس؟ ده هو مشهور جدا. انت عارف، انا عارف ان انت عارف.
بس لا فيرابامين ده كالسيوم شام روكر. لا ما كان بيعمل برضه كبلس. ايوه ماشي ما عشان بس عشان كالسيوم شام روكر برافو عليك. بس انا لا في حاجات بتوصل على الفلوس. ايه هيدرالازين برافو عليك. هيدرالازين برافو عليك. ده الهيدرالازين ده يا جماعه لازم تفتكروه لسبب لانه كان بيجي في الام اس كيو في الفرن. في حتتين كانوا بيجوا في الام اس كيو على الدواء ده. ما هو يا جماعه بيذاكر صح بقى. هيدرالازين هو جملتين كانوا بيجوا في الام اس كيو. تدخل اصل في طلبه يا جماعه انا عارف ذاكر لك النظري وده للاسف اللي انا بشوفه بقى. تلاقيهم ذاكر النظري باسلوب ويجي في الام اس كيو كانوا منهج تاني خالص. يلا يا جماعه بقى النهارده منهج الام اس كيو هنحل مع بعض اسئله ام اس كيو. يا ابني عايزين نغير بقى. انت بتذاكر الموضوع هو نظري ام اس كيو شفوي. دخلت لواحد ابو لهب دخلت لواحد من كفار كرايه دخلت لواحد ايه هي نفس المذاكره. فالهيدرالازين ده كان فيه اتنين ايتمز بيجوا في الام اس كيو ان هو كان بيعمل حاجه شبه السيستميك لوبس. كان بيعمل سيستميك لوبس وكان بيعمل ايه كمان انجينا. هنقول الكلام ده في الهايبرتنشن احسن. هيدرالازين صباح الفل. هيدرالازين ده كان بيوسع ايه بس يا جماعه الارتريولز بس. طب في دوت انج دوت تاني على فكره في ميل كليه الطب بيبقوا عارفين. اه والله في ميل طب عارفين الدواء ده كويس قوي. شوفوا ما مش عارفين اي حاجه بتوسع مش عارفين اي فازو دليتر اهو. بس ده بالذاتهم عارفينه. اول ما هقوله هتقولوا اه ده حبيبنا دواء اسمه ايه قولوا ما تكسبوش انا هسافر وغلط عليه. قول ده اسمه مينوكسيديل. عارفينه طبعا مينوكسيديل عارفينه عارفينه ولا لا. مينوكسيديل ده اصلا فازو دليتر بس ليه سايد افكت. فبقى بيستخدم عشان السايد افكت دي. مينوكسيديل ده حلو جدا للشعر عشان كده يا جماعه شعرهم بيقع شعرهم بيقع وانت عارف طبعا اللي هو فما شعرهم بيقع دايما تلاقي ايه. ففي ميل كليه الطب كلهم عارفينه. في كريم اسمه ايه انا جايز انتوا ما شفتوش النشره. في كريم اسمه هير باك. عارفين الهير باك اللي هو الشعر بيرجع تاني بعد ما بيقع. في شيء في كريم اسمه ري هير. وفي دي كمان الحاجات اللي هي المشهوره قوي. ايه حضرتك انا عارف بس فالمهم ده كده اللي هو المينوكسيديل اللي هو بيطلع ايه يا جماعه بيطلع الشعر. حلو الكلام. فيبقى عندنا هيدرالازين مينوكسيديل في كمان واحد اسمه دايزوكسيد. سيبك من دول دلوقتي ما تحفظهمش ولا تشوفهم بشرب عليهم لان هنقولهم بالتفصيل فين في الهايبرتنشن. طب بالمناسبه اللي بيوسع الفين بس مين نايتريت. طبعا ده هنقوله في الانجن. قلت لكم يا جماعه كل حاجه وانت هتلاقيني كاتب فارماكولوجيكال ديتيلز في الايه في الهايبرتنشن. انا اللي يهمني النهارده في الهارت فيلير ايه بقى اللي بيوسع الاثنين. في دواء مستخدم في حالات الاكيوت بيوسع الاثنين مشهور قوي اسمه صوديوم نيتروبرسايد. صدقوا بالله الصوديوم نيتروبرسايد ده يا جماعه اقسم بالله العظيم اقوى دايليتور على وجه الكره الارضيه. عارف يعني ايه اقوى دايليتور على وجه الكره الارضيه؟ يعني مفيش حاجه اسمها الضغط مش هيقل في وجود الصوديوم نيتروبرسايد. اولا بيشتغل بسرعه جدا في قد ايه دقيقه. وفي نفس الوقت في حاجه حلوه قوي ان الاونست سريع والاوفست كمان سريع يعني بينتهي تاثيره بسرعه جدا. فده حلو بيريحني في الاي سي يو لان انا مش عايز اديك دواء يفضل يتراكم في جسمك. فعشان كده الصوديوم نيتروبرسايد ده يا جماعه مهم جدا. فين بقى بيوسع الارتريولز ويوسع كمان مين الفينيولز بس قوي جدا. فبيستخدم في حالات ايه الاكيوت. وعلى فكره اكاد ادعي ان الصوديوم نيتروبرسايد ده ملوش الا اتنين انديكيشن في الطب. ايه هما الاتنين انديكيشن دول؟ واحد اكيوت هارت فيلير حاله اكيوت عيان الكرونيك. لو حد فيكم عنده هارت فيلير اللي هو كرونيك ياخد صوديوم نيتروبرسايد؟ لا طبعا هيموته. وبيستخدم كمان في حالات الهايبرتنسيف كرايسيس. يعني هو بيستخدم في الحالتين دول بس. مشهور قوي الصوديوم نيتروبرسايد بايه؟ حد فيكم دخل اي سي يو قبل كده؟ مشهور جدا ان الصوديوم نيتروبرسايد ده بيتاثر بالدور. عشان كده دايما يبقى ملفوف ايه يا جماعه؟ اه كله بالورق اللي هو اسمه ايه؟ السيلفر ده اللي هو الورق الحراري ده بالظبط. عشان كده انت عارفه بيبقى دايما تدخل الاي سي يو تلاقي كله ملفوف. حتى اللي هو ايه يا جماعه؟ الانفيوجن كله ملفوف بايه؟ بالورق ده عشان الضوء. واضح؟ لكن اللي بيستخدم في حالات الكورونيك هو ايه بقى؟ حاجه اسمها اللي هو انجوتنسين كونفرتنج انزيم ايه يا جماعه؟ انهبيتورز اللي هي الايس انهبيتورز. طبعا انجوتنسين عارفينها بقى؟ دي هنقولها برضو في الهايبرتنشن مش هقولها دلوقتي. انجوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز ليه بدي؟ طب هو ازاي فازو دايليتور اصلا؟ هو ايه الانجوتنسين كونفرتنج انزيم ده؟ انتوا فين الرسمه؟ اخسر ده مسحتها. قالت لي اللي هي اللي كنت راسمها هنا كليا اهي تمشي كليا اهي. مش احنا قلنا يا جماعه كليا بتنفعل تطلع ايه؟ رينين. هو رينين ده بيعمل ايه؟ ايوه الانجوتنسينوجين يتحول لانجوتنسين 1 وانجوتنسين 1 يتحول لانجوتنسين ايه؟ 2. مين اللي بيحول انجوتنسين 1 لانجوتنسين 2؟ تخيلوا مين؟ انزيم. مين شاطر يعرف الانزيم بتاعه؟ برافو عليك. انجوتنسين هو اسمه انجوتنسين كونفرتنج انزيم.
طبعا انجوتنسين 2 ده كارثه. ليه كارثه وقلنا الكلام ده الحصه اللي فاتت؟ لانه بيعمل حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ فازو كونستريكشن رقم 1 وبيزود الالدوستيرون رقم 2، يقوم يحوش الميه والصوديوم في الجسم. اذا انا مش لمصلحتي ان انا اسيب الانجوتنسين 2. عندك ايه؟ عندك عاج. ايه رايكم ندي ادويه تشتغل على الانزيم ده اللي هي الانجوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز، اللي هو لما نيجي نشرحها في الهايبرتنشن هقول لك في حاجات شورت اكتنج زي ايه؟ زي ايه؟ هو انت خرجتوا من فارما بايه؟ بالبنسلين؟ البنسلين خدتوا البنسلين مثلا زي كابتوبريل؟ اسبرين. والاسبرين طلعتوا بيه برضه من فارما؟ والله هو هنيجي نشرح فرماتولوجي ولا هتبقوا عارفين سايد افكتس ولا كده. المهم يعني يقول لك ايه؟ انجوتنسين كونفرتنج انزيم. في شورت اكتنج وفي ايه كمان؟ على فكره ما تقلقوش، لان وانا بشرح الهايبرتنشن بعمل حصه كامله فارما. يعني فارما بتبقى حصه 3 ساعات فارماكولوجي بقى. معاكوا هنخليها حصتين. هخليهم حصتين والله، حصتين فارما بس. اللي هو تبقى جاي عارف ان انت مش هتاخد بطن على قد ما هتاخد فارما بس. اللي هو نقول فيها بقى كل الحاجات دي بالسايد افكت بالحاجات. بس هو عموما انجوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز كان في شورت اكتنج ولونج اكتنج. شورت اكتنج اللي هو بيشتغل 8 ساعات اللي هو زي الايه؟ كابتوبريل. وكان في لونج اكتنج اللي هو اي بريل تاني بقى. على فكره بالمناسبه الحاجات دي كلها بتقلل الالدوستيرون ولا بتزود الالدوستيرون؟ اللي هو الاس انهبيتورز بيقلل الالدوستيرون، ولما الالدوستيرون يقل تلاقي البوتاسيوم ايه؟ يعني حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه، لان ما يصحش العيان يدخل في هايبوكاليميا. يعني ده انت الادويه دي بتظبط الهارت فيلير، وكمان فيها ميزه ان هي بتعلي مين يا جماعه؟ بتعلي البوتاسيوم. المهم مش ده موضوعنا النهارده، بس اللي انا عايزك تعرفه بقى ان تعالوا باستمرار نخلي الروشته قدامنا. انت لو عندك هارت فيلير اول دواء هتاخده هو ايه؟ دايوريتك، اللي هو اسمه ايه يا جماعه؟ قلنا لازي لاكتون. صباحا ومساءا. صباحا. طب وتاني دواء هو ده اس انهبيتورز. والله العظيم تاني دواء اس انهبيتورز، لانه فازو دايليتور. اللي هو زي ايه مثلا؟ سيبك من الشورت اكتنج بقى اللي هو كابتوبريل اللي هو تاخده مرتين او ثلاثه في اليوم، لكن لا تاخد مثلا رامي بريل اللي هو اسمه ايه يا جماعه؟ مثلا في ايزابريل، في ترايتيس. ترايتيس شفت بقى ان ترايتيس مثلا 2.5 مللي اي حاجه بقى ترايتيس، وده بيتاخد مره واحده في اليوم بس. واضح ولا مش واضح؟ يبقى دول لغايه دلوقتي الروشته بتاعت الهارت فيلير لازي لاكتون، وخدنا ايه كمان يا جماعه؟ ايس انهبيتورز. تعالوا بقى الدواء الثالث اللي كلكم مستنيينه اللي هو الديجيتاليس. الديجيتاليس طبعا بدي الديجيتاليس ليه؟ لانها بتزود ايه يا جماعه؟ طيب تعالوا بقى واحده واحده كده، لان الديجيتاليس مهمه في الام اس كيو ومهمه في الشفوي. سؤال قلت احنا عايزين نزود لا ده خد بالك من حاجه، اما انت بتعمل فينو دايليتور البريلود بيقل. ليه؟ لان انت عندك الفين واسع فالدم هيفضل في الفين. غير لا لا ده مش ده بالعكس، ده انت الفين عندك واسع فهيستوعب الدم كتير، فدم كتير هيبقى جوه الفين، فالدم اللي بيرجع للقلب هيبقى ايه؟ عايز عارف عشان تفهمها اعكس بقى. طب لو الفين قلبان هتلاقي مفيش مساحه تستوعب فيها الدم، فالدم كله يوم راجع للقلب. عشان كده اي حاجه بتعمل فينو دايليتور تقلل البريلود. واضح؟ خدوا بالكم بقى. ليه؟ لا ده عشان بيشتغل على التيوبيولز نفسها، دي حاجه عشان بيشتغل على التيوبيولز بيزود الكالسيوم اكسكريشن. انت واخد بالك؟ بس اللازكس بيزود الكالسيوم اكسكريشن، السازايد بيقلل الكالسيوم اكسكريشن. ليه بقى برضه؟ لان خد بالك ان اللوبو في هني نفسها، اللوبو في هني لو انت فاكر النفرولوجي والكلام ده هنقوله في النفرولوجي، الكالسيوم اصلا بينزل في الحته دي. فهو اللازكس بيشتغل في الحته دي ومنزل كل الكالسيوم هنا. انت واخد بالك؟ انما السازايد ده بيشتغل في حته في الاخر خالص اللي هي المسؤوله اصلا هي ايه؟ تمتص الايه؟ بتمتص، هي اللي بتلعب في حته الكالسيوم دي. فعشان كده السازايد يزود الكالسيوم ابزوربشن، انما اللازكس ايه؟ ينزل الكالسيوم جوه اليورين. انما الديجيتاليس، الديجيتاليس ده بيعمل ايه يا جماعه؟ ايه الاكشن بتاع الديجيتاليس؟ مين يعرف يقول؟ حد فاكر بقى الفارماكولوجي برضه؟ اول حاجه الديجيتاليس بيزود ايه يا جماعه؟ كونتراكتيليتي. ركزوا معايا عشان الديجيتاليس ده مهم جدا، بيزود الكونتراكتيليتي. ولهذا فانه يستخدم فين؟ في علاج الهارت فيلير. يا ريتو كان بيزود الكونتراكتيليتي بس. يا ريتو. بس الحلو ايه يا جماعه؟ ده بيعمل حاجات تانية تخلي الدكاتره في العالم كله ما بيكتبوش ديجيتاليس. هو انت النهارده لو جالك هارت فيلير تاخد ديجيتاليس؟ لا طبعا. الديجيتاليس بيتكتب في حالات معينه جدا ومحدوده جدا، هنقولها كمان شويه. لكن رقم واحد هو بيزود الكونتراكتيليتي. بيزود الكونتراكتيليتي ازاي؟ هنعرف كمان شويه. بيعمل حاجه تانية انا هقولها وانتوا تقولوا حلوه ولا وحشه. الحاجه التانية ايه هي بقى؟ انه بيجي يقلل الكوندكتيفيتي. معايا؟ يعني ايه بيقلل الكوندكتيفيتي؟ هو ايه اللي انا رسمه هناك ده يا جماعه؟ ده القلب، وهنا في ايه؟ السينوت اللي هو البيس ميكر، وظهرت هنقول الكلام ده في الاريزميا. بس هنا كان في ايه بقى؟
الايفينوت ان الايفينوت هي حلقه الاتصال الكهربائيه الوحيده بين الاتريوم والايه يا جماعه والفنتريكل تحت. ايه رايكم بقى ان الديستالس بيقلل الكوندكشن، يعني يقلل مرور الامبلس من الاتريوم للفنتريكل؟ دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه جدا. امتى؟ لما يبقى عندك اتريال اريزميا. يعني تخيلوا لو حد فيكم عنده اتريال فايبريليشن. يعني ايه اتريال فايبريليشن؟ هتلاقي الاتريوم عمال يعمل كده بص، مفيش كونتراكشن خالص. بس اللي انا اعرفه طول عمري وقلته الحصه اللي فاتت ان الاتريوم لما يبوظ في 60,000 داهيه انا مش عايز الاتريوم في حاجه، بس انا خايف كل الخوف على ايه؟ اغلى ما تملك. ايه اغلى ما تملك بقى؟ الفنتريكل. صح ولا غلط؟ والانسان ايه يا ابني غير الفنتريكل؟ ده هو ده اللي بيضخ الدم. واضح ولا مش واضح؟ قول لي بقى، حلها لي بقى. انت دلوقتي عندك اتريال فايبريليشن، عندك اتريال اريزميا، رقم واحد في العلاج تعمل ايه؟ اللي اهم من انك تعالج الاتريال فايبريليشن، احمي مين؟ احمي اغلى ما تملك. احميه ازاي؟ مش عايز الامبلس دي توصل لتحت. طب مش عايزها توصل لتحت، اعمل ايه؟ ادي حاجه تقفل الكوبري. يا الديستالس بيعمل كده. عشان كده يا سلام لما يبقى عيان ماشي في الشارع عنده هارت فيلير وعنده كمان اتريال فايبريليشن، ده الديجيتالس اتعمل له مخصوص. ده اللي هتلاقيه ماشي في الشارع، اه والله بدون مبالغه، هتلاقيه حاطط اللانوكسين اللي هو ديستالس على دماغه كده وماشي بيه كده في الحياه. وتقول له ايه اللي انت عامله ده؟ يقول لك اصل انا عندي هارت فيلير واتريال فايبريليشن. ده انت كده الديجيتالس ضرب الايه يا جماعه؟ الحضرين بعصفور واحد بس. واضح ولا مش واضح؟ عشان كده يقول لك ايه؟ الدراج اوف تشويس الديجيتالس يستخدم اصلا الانديكيشن اللي هو النموذج للديجيتالس هو ايه؟ واحد عنده هارت فيلير وعنده كمان ايه؟ اتريال فايبريليشن. يا ريته كان بيعمل كده بس. وانا مش عارف اللي اخترع الديجيتالس ما كان يسيبه يعمل كده بس، انما للاسف الاسيف بيعمل حاجات تانية، والحاجات التانية هي اللي خلت العالم كله ما يستخدمش الديجيتالس. بيعمل حاجه اول ما هقولها مش بعيد تصوتوا وانتوا عارفين. عارف الديجيتالس بيعمل ايه كمان؟ حطوها في الفارماكولوجي قبل كده. بيزود ايه؟ قولوا لي بقى بيزود ايه؟ الاكسايتابيليتي. هو في يا جماعه انا بحس ان انا بقول بيزود الاكسايتابيليتي وانتوا قاعدين عادي، واللي بتكتب اه بيزود الاكسايتابيليتي اه طب ماشي يا ابني. بيزود الاكسايتابيليتي دي المفروض يبان عليكم ان انتوا ايه يا جماعه؟ تقوم خابط كده تقول يا ده ايه ده وفعلا حلو ما يكملش، تبان ان انت ايه يا جماعه؟ يزود الاكسايتابيليتي. عارف يعني ايه يزود الاكسايتابيليتي؟ يعني يجيب ايه؟ اريزميا. والكلام ده هنشرحه الاكسايتابيليتي لما نيجي نشرح الاريزميا. يوم واحد فيكم يقول لي يا عشان كده بدات بقى استوعب الكلمه اللي انت قلتها ان عزرائيل بيحوم حوالين العيان بايه؟ لان انت عندك هارت فيلير. يوم ما هكتب لك ديجيتالس السايد افكت ايه يا جماعه؟ والله العظيم وتلاقي العيان عنده هارت فيلير فعلا الكونتراكشن بقى حلو، بس مره واحده العيان مات بسبب الاريزميا. وطبعا قبل ما هيموت هينظر لك نظره ايه يا جماعه؟ لوم وعتاب لا يمكن تنساه طول العمر. ليه يا دكتور؟ انا جايب ميكانيكال فيلير، ليه اموت بالكتريكال فيلير؟ قول له الديجيتالس. معايا ولا مش معايا؟ الديجيتالس لانه بيزود الاكسبتابيلتي، يعني يخلي اي كهرباء معديه في القلب على طول تعمل ايه يا جماعه؟ تخلي القلب يشتغل. ايه ده؟ عشان كده العيان تلاقيه دخل مره واحده في ايه يا جماعه؟ في اريزميات خطيره جدا. على فكره الديجيتالس تجيب كل انواع الاريزميا اللي هنشرحها في الاريزميا ما عدا نوع واحد بس، والنوع ده والله ما انا قايله غير لما يجي اليوم اللي بشرح فيه الاريزميا. انا قلت لكم من اول حصه انا بحب دايما وحريص جدا على ان كل حته ببقى عارف هقولها امتى عشان التشويق والاثاره والمتعه. تيجي النهارده تروح تنام والله ما هيجي لك نوم، تقعد تخبط على السرير كده نفسي اعرف النوع ده امتى بقى اليوم هيجي للراجل ده هيشرح فيه اريزميا وتستنى حصه الاريزميا. شفتوا بقى يا جماعه؟ فده كده اللي هو ايه؟ بيزود الاكسايتابيليتي. الله يخليكم بقى، جمجمه وعليها عضلتين، لان انت هتموت بسبب الايتم ده. لان الناس كلها يقول لك ابعد عن الشر وغني له بسبب الايتم ده. واضح ولا مش واضح؟ بيعمل حاجه كمان مش عارف هقولها تستوعبوها ولا لا. بيقلل حاجه اسمها مش عارف اقولها ولا لا. مش عارف انا بصيت في عليكم كلكم كده والله مش عايز اقول اللي هو فاكرين فيسيولوجي. طيب كيف بقول لكم هو بيعمل ثلاث حاجات؟ لا طب انا هقولها. هو بيعمل حاجه اسمها كان بيقلل الاوتوماتيستي. الديجيتالس بيقلل الاوتوماتيستي وانتوا قاعدين في الحياه. الديجيتالس بيقلل الاوتوماتيستي. اللي يقول لي الحته دي مهمه ولا مش مهمه والله العظيم ياخد جنيه فعلا بعد ما اخلص. مش احمد موافق اللي بيرجع في كلامي. مهمة ولا مش مهمة؟ ايوه هتخلي ايه بقى؟ انت كنت قربتي كده. هقول لك حاجة، بصوا يا جماعة يعمل اللي هي ده تعريف الاوتوماتيستي. طب تقول لي تعريف الاوتوماتيستي اللي هي الابيليتي تو جنريت امبلس. ولو ان انا ما بحبش اقول الاسامي دي لان كل ده هنقوله في الاريزميا مش عايز اخلي العملية معقدة يعني. بس هو عموما الاوتوماتيستي ابيليتي تو جنريت امبلس. اللي مين اللي عنده القدرة دي؟ الاس نوت. شفت لما بتجيب ارنب وتذبحه مش بتلاقي بينبط؟ مين الحته اللي بتنبط؟ هي الاس نوت، هي اللي بتطلع الامبرس.
معايا بقدرتها على الاوتوماتيستي. معايا ولا مش معايا؟ لما انت تعرف طبعا هنا بقى ما انا برضو بقول لكم ان في فرق بين الاي كيو واي كيو. ليه؟ كلكم عرفتوا المعلومه دي ان الديجيتالز بيقلل الاوتوماتيستي. تلاقي في ناس قاعده والله بيقلل الاوتوماتيستي كويس اللي بنقولها في الامتحان وكتبوها وخلاص وزي الفل. لما في واحد تاني اول ما قلت بيقلل الاوتوماتيستي حاسس ان في حاجات كتير قوي اتحركت جواه وقاعد كده. لا 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 حاسس ان في حاجات كتير قوي اتحركت جواه. ليه؟ لان في كارثه ممكن الديجيتالز يعملها من غير ما تاخد بالك. عارف انت لو انت عندك اريزميا مش هي مش هو بيجيب اريزميا؟ لو علاج الاريزميا طبعا ممكن انا لسه ما قلتوش بس بالمعلومات العامه تعمل جهاز ايه يا جماعه؟ كاردو فيرشن صدمات كهربائيه. جهاز الكاردو فيرشن ده مبدئيا لحد ما ناخده في الاريزميا. عارف اعلان دوريتوس؟ عارفين دوريتوس اللي هو بتاع اللي هو عامل حاجه زي عارفين الاعلان ده اللي هو الدوريتوس ده؟ هو ده الميكانيزم بتاعه ايه؟ انت بتيجي تلسع العيان بكذا جول كهرباء بتعمل ايه يا جماعه؟ عارف اريزميا يعني جت اكتب الفوكس هنا قالت يا جماعه انا عايز ابقى مسؤول عن القلب ما تسمعوش كلام الرئيس اللي بقاله 30 سنه ماسك الحكم معايا وانا اللي هبقى مسؤول عن القلب ولازم تسمعوا كلامي. هنقول لها بس لازم تشتغلي اسرع عشان نسمع كلامك لان احنا بنسمع كلام مين؟ الاسرع. فتيجي تشتغل اسرع وتطلع بقى المشكله مش هتبقى فوكس واحده ده تلاقي في صايد كتير قوي واحده هنا واحده هنا واحده هنا تحولت البلد الى كتله من ايه يا جماعه؟ كل واحد رئيس نفسه ومفيش حد عارف بقى الصح تعمل ايه؟ تجيب كاردو فيرشن. يعمل ايه؟ مش انتوا يا مصريين بتسمعوا كلام الاسرع؟ طب انا هجيب اللي اسرع من كل دول. يوم يجي وحاطط ايه يا جماعه؟ يطلع امبلس جامد قوي كاردو فيرشن يلسع الصدر معايا. يجي مثلا 200 جول لا طب يوم عامل ايه يا جماعه؟ بيعمل ايه بقى ده؟ يوم قاضي على كل الكلام ده الفوكس بما فيهم ايه؟ بما فيهم الريس اللي بقاله 30 سنه ماسك الحكم كله بيروح وبعدين يقوم شايل الجهاز. لما بيشيل الجهاز طبعا الثورات بتبدا فجاه وتنتهي ما بترجعش تاني. يا ابني الثوره انتهت ما بترجعش. اوعى تصدق اللي يقول لك ان شاء الله 25 يناير جاي بقى هنعيد احياء ثوره وهنرجع. ما فيش حاجه اسمها كده. ثوره يا ابني انتهت. ده كلام اصل في بعض الناس بيقولوا لي انت بتجيب افكارك السياسيه منين؟ من الطب. ما انا بجيبها منين يعني؟ اللي عندهم بجيبها من الطب. اقول لهم من الطب انت يا ابني الثوره انتهت ما بترجعش. ما فيش حاجه اسمها ترجع بعد بقى 100 سنه بقى وربنا يديك ويديني طول العمر. مش هيحصل الكلام ده. فهي كله بينتهي. مين الوحيد اللي بيرجع بقى؟ الرئيس اللي بقى له 30 سنه ماسك الحكم لانه ده واحد مثبت اقدامه في البلد والدوله العميقه. هو ده الوحيد اللي ممكن عنده قدره ان هو ايه يا جماعه يرجع لكم يا اولاد ويوم راجع. عايز اقول لك على حاجه ده اللي بيحصل في البلد دلوقتي. لو انت واخد بالك ده اكيد السيسي راح لواحد ده راح الدكتور اللي ماشيين اللي بيقولوا الكلام ده اكيد دكتور والله. قال له بص انت اقضي على كل حد اخوان اقضي عليهم صرفين البرادعي في النمسا اقضي على كله اقضي عليه كله كله بما فيهم مباراه حطه في سجن وبعدين شيل ايده خالص. هيشيل ايده مين اللي هيرجع بقى؟ هو مبارك. هو بجد ما هو هي دي كده اللي ايه يا جماعه بيرجع بقدرته على ايه؟ الدوله العميقه اللي هي بين قوسين دوله عميقه يعني اوتوماتيستي الابيليتي تو جينيريت امباس معايا ولا سعيد؟ لكن خد بالك الديجيتالز بيعمل ايه بقى؟ ده بيقلل كمان الاوتوماتيستي اللي هو تشيل الكارد فيشر وتحط ايدك على خردك كده يلا ريس ارجع وهو مش هيرجع. ليه؟ لانك اصلا قلت له ايه يا جماعه؟ عشان كده لو انت فاكر فرضا كان يقول لك اوعى اما بتعمل كاردو فيرشن يقول لك اوعى تدي ديجيتالز قبل كاردو فيرشن صح ولا غلط؟ كان يقول لك الاثنين دونت ميكس. فاكرين الكلام ده؟ كانوا دايما بتوع الفارما قالوا لكم الكلمه دي ان الديجيتالز والكاردو فيرشن دونت ايه؟ دونت ميكس. معايا ولا مش معايا؟ بس كده. فبقول لكم ايه؟ انتوا مش بتوع اوتوماتيستي بيعمل حاجه في الشفا والله يا جماعه. يقول لك يا بنتي هو بيعمل حاجه في الاوتوماتيستي؟ قولوا له والله يا دكتور ما اعرف. حضرتك تعرف؟ طب قولها لي بس انا بعرفها زمان خالص. انما هو الاوتوماتيستي اصلا اللي يهمني ايه؟ ثلاث حاجات. بيزود الكونتراكشن وعشان كده بيستخدم في علاج ايه؟ الهارت فيلير. بيقلل الكونداكشن ولهذا يستخدم في علاج ايه؟ الاترال فايبرينيشن. واكتب بقى ويا سلام لو انت عندك هارت فيلير واترال فايبرينيشن ده انت الديجيتالز حياتي. لكن الجمجمه رسمناها على كلمه ايه يا جماعه؟ بيزود الاكسايتابيليتي. اوتوماتيستي سيبك من الاسرائيليات دي ولا اوتوماتيستي ولا بتاع. هو على فكره بيعمل كمان ليه باراسمباثيك افكت. مش عارف فاكرينه ولا لا؟ هي باراسمباثيك افكت الكلمه دي مهمه ولا مش مهمه؟ انا هقولها ليه؟ انا بقولها ليه؟ عشان حاجه واحده بس. هي مش مهمه على فكره بس انا بقولها عشان حاجه واحده بس. لما ترجع بيتك تذاكر تقوم ما تندهش. لان يا جماعه تخيلوا طالب وبراءه الاطفال في عينيها رجع النهارده اكشن اوف ديشيرس 1 2 3 4 5 باراسمباثيك افكت هيقوم ينطب. ده مش بعيد يجيله هارت فيلير وهو قاعد. ليه؟ لان باراسمباثيك افكت بيعمل ايه في كونتراكشن؟ بيقلله. تقول لي منين كده ومنين كده؟ هو منين انا بديه اصلا؟ لانه انوتروبيك. انوتروبيك يعني بيزود الايه يا جماعه؟ الكونتراكشن. ومنين ان هو ليه باراسمباثيك بيقلل الكونتراكشن؟ اقول لك ما انت ما ذاكرتش سنه اولى كويس. هو انت ما سمعتش معلومه بتقول ايه بقى يا جماعه؟ فاكرين الفيجال سكيب؟ يعني كان يقول لك هو الفنتريكل ده بياخد باراسمباثيك اصلا؟ لا. وعشان كده حتى لو ليه باراسمباثيك افكت
الباراسمباثيك مش هيعمل حاجه لان الكونتراكشن مش هيحصل له حاجه. طب الباراسمباثيك يعمل ايه بقى؟ يقلل الهارت ريت. عشان كده العيان اللي بياخد ديجيتاليس يجي يقول لك بقى الهارت ريت بتاعه برادي كارديا ولا تاكي كارديا؟ برادي كارديا. ليه؟ عشان ليه باراسمباثيك افكت؟ قولوا لي بقى واحده فيه. هي دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه ان هو يعمل برادي كارديا؟ ايه ممكن حاجه حلوه ممكن بص حاجات الفلسفيه ما حسسنيش ان هي علامه بتتكلم. اه والله شوف ان هو ايه هو ممكن في كلمه واحده البرادي كارديا حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه جدا. ليه حاجه حلوه؟ يعني هتخلي الليفت فينتريكل ايه يا جماعه؟ ايوه اطمني براحتك. مش انا قلت لكم الحصه اللي فاتت ما يصحش تسيب العيان بتاعك يدخل في تاكي كارديا؟ السؤال بقى السؤال هو بيزود الكونتراكشن. دي اهم حاجه. بيزود الكونتراكشن ازاي؟ ازاي الديجيتالز بيزود الكونتراكشن؟ السؤال ده بيجي في الام اس كيو على فكره على طول. يجي يقول لك ايه؟ اسمع السؤال ده لانه بيجي في الام اس كيو. يجي يقول لك ايه بقى؟ ميكانيزم اوف اكشن اوف ديجيتالز از واحد بيوسع السفنكتر اوف بلادر ولا بيوسع البيوبل اوف ذا اي ولا بيعمل انهيبيشن اوف صوديوم بام ولا بيزود اللي ايه اللي جاب ايه هو بيعمل ايه يا جماعه؟ بيوسع. بصوا يا جماعه طب بصوا تعالوا نبدا معاكم. هو ليه بيزود الكونتراكشن ازاي؟ كالسيوم. ادي عضله اهي فاكرين عضله اي عضله كان في حاجه اسمها صوديوم ايه ايوه صوديوم بوتاسيوم بام اللي هي بتعمل ايه يا اولاد اللي هي تقوم مطلعه لك ايه الصوديوم. حلو الكلام. كل اللي الديجيتالز بيعمله ايه بقى؟ ان هو بيعمل انهيبيشن اوف الصوديوم بوتاسيوم بام. يبقى هو بيعمل انهيبيشن. هو ده اللي تعرفه لان هو بيجي في الام اس كيو كده. هو بيعمل انهيبيشن اوف صوديوم بام ولا بيوسع السفنكتر اوف بلادر ولا بيوسع مش عارف. طب طبعا انت عارف ان هو ايه يا جماعه؟ الديجيتالز بيعمل انهيبيشن اوف صوديوم بام. ميزه الحته دي ان وانا بشرحها دايما بشرحها بقول بيعمل انهيبيشن اوف صوديوم بام. وبعدين ابص في عيون كل اللي قاعدين قدامي بستشف مستواكم من ايه؟ لما انا قلت بيعمل انهيبيشن اوف صوديوم بام في ناس فهموا انا عايز اقول ايه وفهمه هو ازاي بيزود الكونتراكشن. لكن في ناس لسه معلش يا جماعه انا اسف انا مش عارف ليه ريفلكس لي كل ما بقول ناس لسه وبقول مش عارف اللي هو لكن في ناس لسه اللي لسه هضطر ان انا ازود لهم سطر اقول لهم ايه. ما هو لما بيحصل انهيبيشن اوف صوديوم بامب يقوم الصوديوم مش هيعرف يطلع يقوم يزيد جوه الخليه جوه العضله. في ناس فهمت بس في ناس لسه الناس اللي لسه هضطر اقول لهم ايه. ما هو لما الصوديوم يزيد جوه العضله في حاجة خدتوها في سنة أولى ابتدائي كان بيقول لك في علاقة ما بين الصوديوم والكالسيوم حاجة اسمها صوديوم كالسيوم كارير صح؟ يعني لما الصوديوم يزيد تلاقي الكالسيوم غالبا بيزيد. فلما الصوديوم يزيد جوه الخلية يقوم يشبك في مين؟ في الكالسيوم. فالكالسيوم يزيد. في ناس فهموا بقى بس في ناس لسه لما الكالسيوم زاد فهمتوا بقى ايه اللي بيحصل لأن الكالسيوم بيعمل ايه؟ بلاش ارجع فاكرين يا جماعة أول محاضرة حضرتوها في الكلية دي فاكر لما كنت مبسوط قوي وجالي بقى ولابس البلطو وانت ماشي في الشارع واول محاضره ومبسوط بقى النهارده يا ترى هضطر ناخد سكر ولا ضغط ولا قلب وخلاص بقى وقاعد بقى اللي هو ايه فاكر ان انت جاي مش راقب كده. لقيت واحد دكتور فيسيولوجي دكتور فيسيولوجي خانيه كده عم داخل وقال لكم النهارده يا اولاد هنشرح النيرف اند ماسل وانت قاعد نيرف اند ماسل وبعدين عم رسم لكم رسمه لو تفتكر دي كانت اول محاضره والله فعلا عم رسم كده وقال لكم دي ايه طريقه الطب اللي انا ما بحبهاش ابدا بقى قاعد يستظرف دي ايه يا اولاد قلت له دي ايه قال لكم دي عضله في هنا كان في بروتينات كده معشقين في بعض كان اسمهم ايه؟ اكتين ومايوسين صح؟ كانوا معشقين في بعض كده اكتين ومايوسين معايا؟ انت عارف الكالسيوم بيعمل ايه؟ كل اللي الكالسيوم بيعمله ايه؟ يسهل السلايدنج اوف اكتين اند مايوسين يقوموا الاثنين يعشقوا ايه يا جماعه؟ يعشقوا في بعض كده ولما يعشقوا في بعض كده تقوم العضله ايه؟ تقصر وهو كونتراكشن ايه غير ان العضله تقصر وعشان كده يقول لك الكالسيوم زياده الكالسيوم يزود الكونتراكشن ليه بقى؟ يا خوفي بعد ما قلت التفسير ده كله برضه لسه الثلاثه مش عارفين بيعمل انهيبيشن اوف ايه صوديوم بامب يقوم يزود الصوديوم ولما الصوديوم يزيد يزود الكالسيوم والكالسيوم بيعمل ايه سلايدنج اوف اكتين اند مايوسين يقوموا الاثنين يعشقوا في بعض يقوم العضله تقصر وهو كونتراكشن ايه غير ان العضله تقصر. يقوم واحد يقول لي لا كان في الميكانيزم الادق بس كفايه في البطن تعرف الميكانيزم ده بس كان في ميكانيزم في الفسيولوجي بقى كانوا يقولوا بالتفصيل الممل كان يقول لك كان في اكتين ومايوسين ايه لا كان بيبقى مع الاكتين والمايوسين كان في حاجه اسمها تروبونين تروبونين عارف الكالسيوم بيعمل سلايدنج ازاي اصلا انا دكتور بقى بارد قوي يقول لك طب هو ازاي بيعمل سلايدنج وفي اكتين عند مايوسين قول له يا دكتور كان في هنا تروبونين عارف الكالسيوم بيعمل ايه يجي ياخد التروبونين ده كان وظيفته ايه الاول يغلس حتى كان بتاع فيسيولوجي يقول لك التروبونين ده غلس يعني ايه غلس كان حتى ساعات يستظرفه يقول لك هو ما اجتمع الاكتين والمايوسين الا هو كان ايه
التروبونين هو وظيفته انه يغلس، يعني الاكتينو المصريين يجوا يعشقوا تلاقي التروبونين هم راجعين تاني، يجوا يعشقوا مع بعض يقول لك ايه. فهو الكالسيوم بيجي يعمل ايه؟ كل اللي بيعمله والله يجي ياخد التروبونين بره، فلما بياخد التروبونين يقوم الاكتينو المصريين ايه فرصه يقوم يعشقوا تقوم العضله تقصر. هو كونتراكشن ايه غير ان العضله تقصر؟ ملخص الكلام، انا مش عايز الكلام ده كله، انا عايز الكلام لان هو يجي في الام اس كيو يقول لك ايه ميكانيزم اوف اكشن اوف ديجيتاليس از ايه انهيبيشن اوف صوديوم بام. اقول لك اللي بيلخبط في الام اس كيو ايه؟ اقول لك انا بقى، انا طبعا قلت اختيارات لا يمكن تيجي، مش هيجي يقول لك بيوسع السفنكتر وبلادر ويجي يقول لك مش عارف يوبل لا هو هيجي يقول لك ايه بقى؟ واحد يعمل انهيبيشن اوف صوديوم بام، اثنين استيميليشن اوف صوديوم بام، لان انت هتبقى قاعد في الحقيقه هو كان انهيبيشن ولا استيميليشن، هو الصوديوم كان بيطلع ولا بيطلع؟ فواخد بالك؟ فهي انهيبيشن، حتى يقول لك ايه؟ ديجيتاليس انهيبيشن، مفيش علاقه مفيش علاقه، هي بصوا هي الديجيتاليس بيعمل انهيبيشن اوف صوديوم بام. معايا ولا مش معايا؟ قولوا لي بقى، قولوا لي انواع الديجيتاليس اللي انتوا عارفينها ايه؟ لا 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 والله فعلا انتوا خارجين من الفارما ايه انتي بايوتيك بنسلم ومتال الانتي بايوتيك هنيجي نشرحها بعد كده في الانفكشن مش تبقوا عارفينها برضه. ايه اللي هقول لكم ايه اللي بيعالج الاستاف هتبقوا قاعدين في الحياه. طب ايه اللي بيعالج؟ بصوا يا جماعه انواع الديجيتاليس ايه؟ ده في واحد طب بصوا يا جماعه بصوا دايجوكسن وفي كان في واحد تاني اسمه ايه؟ ديجيتوكسن. انا كنت هسال سؤال على الحته دي بس ابقى غبي لو سالت، لان انا بقول انواع الديجيتاليس ايه اصلا انتوا ما تعرفوش. لو قلت لك طب ايه الفرق بينهم يبقى بامانه يعني انا بعترف بكده والله فعلا. هو دايجوكسن وديجيتوكسن بس يعني ممكن تكون بدات تفتكر معايا هو ايه الفرق بين الدايجوكسن والديجيتوكسن؟ لا لا ممكن تبقى بدات تفتكر معايا. كان فيهم واحد ميتابولايزد في كليه ادي الكليه اهي، وكان في واحد ميتابولايز في الليفر ادي سؤال ام اس كيو. والحته دي مهمه ليه؟ لان العيان ممكن يبقى عنده رينال فيلير او عنده ايه ليفر فيلير، فلازم اكون عارف. قولوا لي بقى يا ترى يا هل ترى مين فيهم ميتابولايز في الكليه ومين فيهم ميتابولايز في الليفر؟ هو السؤال ده لما يجي يقول لك از ريجارد تو ديجيتاليس ويتش از انكوريكت، مين ميتابولايز في الكليه في الكليه؟ ديجيتوك. بصوا يا جماعه ده يوم مش هنتكلم خالص مع بعض، يعني حتى لو انتم مش مذاكرين فارما خالص بالمنطق سؤال فلسفي. ديجيتالس دايجوكسن وديجيتوكس، اكتب كده دايجوكسن يا دوب تكفي الايه، انما الليفر عريض فيا دوب هيكفي كلمه ديجيتوكسن. هو انت تعرف تكتب ديجيتوكسن في الكليه؟ مش هتكفي عشان تكتب ديجيتوكسن. بلاش بلاش اقول لك على حاجه حلوه قوي. ديجيتوكسن يا راجل ديجيتوكسن فيها تي تفكرك بهباتك على طول، يعني ديجيتوكسن بيتابولايز في الليفر. الحته دي مهمه ليه؟ عشان لو العيان اصلا كان كليته بايظه او الليفر بتاعه ايه يا جماعه؟ او الليفر على فكره انتوا ما بتشغلوش دماغكم كده. دايجوكسن بيتابولايز فين يا جماعه؟ في الكليه. ديجيتوكسن بيتابولايز فين؟ في الليفر. هسال سؤال تاني بس سؤال غبي، ده سؤال غبي انا بعترف ان هو غبي. تعرفوا انواع ديجيتاليس ثانيه غير الدايجوكسن والديجيتوكسن؟ ده سؤال غبي قوي بجد، يعني ما يصحش بجد ان الدكتور يساله، خصوصا ان انا سالت من شويه انواع ديجيتاليس اصلا ما كنتش عارفها. تعرفها؟ في ديجيتاليس اسمه ايه؟ اصل انتوا صاعدين كده فهتبقوا ايه؟ في اللي هو سمعت عن حاجه اسمها وابين؟ خدوا بالكم وابين هو بالاو بس مش تقول بقى اويو وبين ولا مش عارف طلبه بيقولوها ازاي كده. وابين الوابين هو الدايجوكسن بس بيبقى انجكشن. حقن بقول لكم يا جماعه بقول لكم ايه؟ تعرف يا ابني ايه في الديجيتاليس الشفوي؟ قول له دايجوكسن. تعرف حاجه ثانيه ولا لا؟ خلاص هو دايجوكسن بس معايا. وبيني وبينكم بقى واستنى كده لما دي يجي يديك صفر ومطاي كده اقول له لا وبعدين اقول له تعالى هنا يا دكتور انت عايز تديني صفر ليه؟ انت تعرف الاسم التجاري لديجيتوكسن؟ يقول لك لا. اقول له ما انا عايز تديني صفر ليه؟ انت عمرك كتبته؟ يقول لك لا. ما انا عايز تديني صفر ليه؟ ما هو ده بقى يا جماعه اللي هو ايه؟ اخسر كل حاجه بس اكسب نفسك احسن من لما تكسب كل حاجه وفي النهايه ايه؟ تلاقي نفسك قاعد خسران نفسك كده. فعشان كده يا جماعه هو الديجيتوكسن هو ده اللي بيستخدم. يوم واحد يقول لي لا ما انا هستخدم الديجيتوكسن امتى؟ لما تبقى الكليه تعبانه. اقول لك لا حتى لو الكليه تعبانه انا برضو هدي دايجوكسن بس نقلل الجرعه شويه. يا ابني الديجيتوكسن ده ما حدش بيديه خالص. هو الدايجوكسن اللي اسمه التجاري ايه بالمناسبه؟ اسم الدايجوكسن التجاري ايه؟ انتوا جايز مش عارفين العلمي بس بقى عارفين التجاري. يعني في ناس كده على فكره والله في ناس بيبقوا كده. ايه الاسم التجاري بتاع الدايجوكسن؟ في ده مشهور قوي علبه على حصان. لا لا غير اللي على حصان التاني. لا على حصان في علبه على حصان دي بتاع القلب اللي هي ايه يا جماعه؟ ده اسمه لانوكسين. لانوكسين عارفين اللانوكسين؟ لانوكسين ده اللي هو في كمان ليه بديل اسمه اصل اللانوكسين ساعات ما بيبقاش موجود فعلا اسمه كاردكسين. فلانوكسين او كاردكسين. عيب الديجيتاليس ايه بقى؟ في الجرعه بتاعته. اسمعوا بقى لان لازم تحفظ الجرعه. الجرعه بتاعت الديجيتاليس ايه؟ في عيب في الديجيتاليس خطير جدا. يقول لك ايه؟ ان الديجيتاليس ده ما بيشتغلش على طول، بطيء قوي.
عشان يشتغل لازم يعمل حاجه اسمها ايه في الاول؟ ديجيتاليزيشن. يعني ايه ديجيتاليزيشن؟ دوز ديجيتاليزيشن يعني تعمل تشبع للجسم كله. لازم الفات كلها اللي في جسمك تتشبع بتشتغل عشان بعد كده تقدر تشتغل. تقول لي طب التشبع ده بياخد قد ايه؟ اقول لك 5 ايام. فلازم انا بقول للعيان اوعى تنتظر مني اي حاجه في خلال 5 ايام دول. 5 ايام بيفضل قاعد في الحياه ما بيتحسنش، لكن بعد ال5 ايام ايه يا جماعه؟ طيب الديجيتاليزيشن تبقى دي ديجيتاليزيشن دوز وبعدين مينتنانس دوز. ديجيتاليزيشن دي اللي هي مدتها قد ايه؟ مثلا 5 ايام بياخد قد ايه؟ بص يا ابني تقول له تتاخد مثلا من قرص لقرصين، حلو كلام، من قرص لقرصين لمده 5 ايام، هيفضل مثلا القرصين لمده 5 ايام. طب وبعد ما ال5 ايام يخلصوا نمشي بقى على الجرعه اللي هي يا جماعه من نص قرص لقرص او وات ايفر، حسب اللي يا جماعه حسب الجرعه المطلوبه يعني. من قرص لقرصين ديجيتاليزيشن. وبعد كده على فكره الطب زمان ما كانش كده، كان من حوالي مثلا كام سنه، وللاسف في بعض المذكرات سفرت لقيت بقى كده يقول لك مثلا ديجيتاليزيشن دوز ياخد 5 اقراص في اليوم. يا ابني ده انت لو حالف تجيب له اريزميا مش هتديه 5 اقراص في اليوم. وكانوا كل العيانين ايه يا جماعه اللي بياخد 5 اقراص في اليوم ده؟ ده اريزميا وش ده، ده لو ما ده ده, ده 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 بيخش في اريزميا هو والدكتور اللي بيعالجه. والله الغلاوه اقسم بالله تلاقي عزرائيل بيحوم كده تلاقي مين الدكتور اللي كاتب لك الكلام ده، تعالى وناخد 5 اقراص. ده في مذكرات والله بشوفها يا جماعه كاتبه 10 اقراص. هو الكلام ده كان قديم، عشان كده كانوا كل الناس اللي بياخدوا ديستانس ايه يا جماعه بيموتوا بسبب الاريزميا. ده انت لو عايز تنتحر هتنتحر يعني، خلاص ممكن هتموت نفسك والله ما تاخد 15 قرص. شفتوا بقى يا جماعه؟ وعشان كده يقول لك ايه بقى؟ يقول لك انا بدي من قرص لقرصين. طب وبعد كده مينتنانس دوز طول العمر تمشي على كام قرص؟ نص قرص لقرص. بس ده كلام ايه بقى؟ ده كلام الكتب بتاع المدارس يا متعلمين، ده كلام النظري، ده كلام الامتحانات، ده كلام الشفوي، لكن مش كلام الحياه. ده مش الكلام. احنا يا جماعه احنا بنتعامل، اوعى تفتكر ان انت هتتعامل مع عيان سويسري. يا ابني احنا مشكله الطب في مصر، وانا دايما اقول كده والله فعلا يا جماعه، والواحد حتى لما بيسافر بره ويشوف مستشفيات عالميه ليها اسم جامد قوي دايما اقول الكلمه دي، والله مشكله الطب في مصر مشكله عيان، والله مشكله عيان مش مشكله ولا دكاتره، عندنا دكاتره جامدين جدا ولا مستشفيات، لان برضه عندنا مستشفيات كويسه جدا، ولا تمريض ولا اي حاجه، مشكله عيان فعلا. يعني ساعات حتى تتخيل تكون في اي بلد تقول مثلا اديهم العيانين اللي احنا بنشوفهم عندنا خلوهم يروحوا امريكا بس، وبقابلني لو عرفوا يتعاملوا معاه. على فكره ما بقول مشكله عيان بما فيهم احنا، يعني احنا دكاتره النهارده هنبقى عيانين بكره، احنا جيناتنا في حاجه مش مظبوطه. طب ما احنا كلنا ما بيجي لنا برد مثلا، انتوا اهو دكاتره وعارفين بيجي لكم برد، حد بيكمل كورس الانتيبيوتيك؟ حد اصلا حد؟ انا بتشمل هو بالظبط مرتين وخلاص وانتهينا، وساعات تاخده انت المفروض ما تاخدوش اصلا الانتيبيوتيك. هو احنا في حاجه ايه يا جماعه؟ فخد بالك العيان المصري ينفع اقول له هتقعد يا استاذ ممدوح 5 ايام تاخد قرصين معايا يا استاذ ممدوح وبعد كده هنخليها نص قرص بس. لا عمره والله هيفضل طول عمره ياخد كم؟ قرصين. يا ابني احنا شعب احنا بناخد كده اللي هو ايه؟ وبعدين هشوف نص قرص، نص قرص ايه؟ دكتور حمار يقوم واخد لك وطول ما هو قاعد بدل قلبي والله حاسس ان هو تعبان شويه يقوم واخد. فهو من الاول خالص بنقول له ايه؟ استاذ ممدوح هتاخد بالظبط نص قرص، يلا امشي. حتى استاذ ممدوح ممكن يقول لك ايه؟ يا دكتور ده امال فين الديجيتاليزيشن وفين المينتنس؟ قول له الكلام ده يا حبيبي انت بتقوله في شفاش. انما هو نص قرص هتفضل ماشي على نص قرص وخلاص. ده شغل الحياه، انما شغل الامتحان بقى طبعا لازم في الامتحان تبقى ايه؟ وديجيتاليزيشن ومش عارف والكلام ده كله. بصوا يا جماعه الرعب الحقيقي للديجيتالز ايه؟ في حته على فكره انا سبتها في الكتاب بس اصل انا هجيبها في الامتحان الحصه الجايه. فانا بحب دايما في الامتحان اسيب حتت ما شرحتهاش عشان تغلط فيها فاجي تثبت في دماغك بعد كده واحسسكم برده بافضلي عليكم. انتوا واخدين بالكم؟ تيجي تغلط غير اما اجيب لك الامتحان كله انت عارفه مش هتستفيد. فلازم في حاجات على فكره انا بتعمد اسيبها نيجي نحلها في الحصه بتاعت الامتحان. انتوا واخدين بالكم؟ مش عايز احرق السؤال، هو انا من النوع اللي بقول مش هحرقه برده. بس هساله في شفه في اخر الحصه اشوف مستواكم عامل ازاي. بس عموما انا خايف من ديجيتالز في ايه؟ ديجيتالز توكسيستي. الاريزما ديجيتالز توكسيستي. ديجيتالز توكسيستي يعني ايه بقى؟ مين اولى ان انت تخاف منه؟ يعني يا جماعه دخل عليك استاذ ممدوح انا خايف من الاريزميا طبعا، لكن في عيان كده انت بخبرتك تبقى عارف استاذ ممدوح شكلك مش مريحش، يا دكتور اللانوكسين ده ايه نظام؟ لا هات روشتك كده يا استاذ ممدوح واشرب عليه. مين اللي انت بتخاف عليه جدا؟ مين الريسك فاكتورز اللي يخشوا ديجيتال سوكسيستي؟ والسؤال ده بقى اقسم بالله العظيم وانا بحلف بالله انا شخصيا عشان الحلفين ما شفتش امتحان ام سي كيو فيك يا مصر ما جاش في حته على السؤال ده. لازم ايه الحاجات اللي بتعمل ديجيتال سوكسيستي؟ والله العظيم لازم في الام سي كيو. انا ما شفتش امتحان ما جاتش فيه الحته دي. وخدوا بالكم تعالوا نتناقش فيها الاول، مين العيانين اللي هم المعرضين للديجيتال سوكسيستي؟ على فكره انتوا ممكن ندردش كده مع بعض وتقولوا 5 6، وال5 6 اللي انتوا هتقولوهم بالمناسبه ما بيجوش في الام اس كيو. اللي بيجي في الام اس كيو الحاجات اللي بتلخبط فعلا. 1 قولوا اول حاجه كده، فكروا يا جماعه الله يخليكم مش عايزين كل حاجه نحفظها. 1 اللي عنده ايه؟ طب ما تيجوا نبدا بالمنطق. لا ما هو اللي عنده اريزميا ده كونترا اندكيتد،
يعني اصلا ما ينفعش اكتب ديشتالس، ده يبقى دكتور مهرجه هندي اللي يكتب ديشتالس واحد عنده اريزمي احنا ده اللي هو. لكن مين واحد عنده القلب عادي جدا بس انا برضو خايف ان هو هيدخل في ديشتالس سكسيستي؟ ايه هي الريسك فاكتورز؟ مين هم الهاي ريسك؟ واحد نفكر لو واحد كبير في السن، كبير في السن راجل دخل عليك عنده 500 سنه، طب بالذمه ده ايه ده؟ تعرف يعني ايه 500 سنه يا جماعه؟ 500 سنه يعني يعني الميتابوليزم بتاعه ضعيف جدا، يعني ده هياخد القرص هيلف في جتته والله ما هينزل. ده اللي هو ايه يا جماعه؟ ده انت عارف العيان ده ساعات نقول له ايه؟ بقول لك يا استاذ ممدوح خد الروشيت حطها في جيبك بس قبل ما تنام. طب يا ابني اخد ال... لا ما فيش حاجه اسمها والله فعلا نقول له لا ما تاخدش دواء يا جماعه، ده هياخد القرص ده تصدق بالله ده وجود الروشيت في جيب البيجامه وهو نايم اقسم بالله ممكن يجيب له اريزميا ويجي اريزميا وتدور هو ايه سبب الاريزميا تلاقي روشيت. انت نمت بيها يا ممدوح؟ وهو عشان كده ده اولد ايج. ده اول حاجه اللي هو ايه يا جماعه؟ عامل الزمن. طب تاني حاجه ليه ما بتقولوش تاني حاجه؟ ده انت اقسم بالله لو ما قلتوا تاني حاجه ده انا مش بعيد يا ثلاثي، ده ثلاثي بيقولوا حاجه بقى، لان انتوا مش بعيد يجي لي رينا فيلير والله رينا فيلير اهو، ما انا قاعدين نقولوا ده جوكسين وميتابولوز في الكليه وعلى قد الكليه ومش عارف والليفر. طب اهو رينا فيلير، تخيل واحد عنده 500 سنه ورينا فيلير، ده ايه ده؟ ده اللي هو ايه يا جماعه؟ ده انت بمجرد بس تقول له تشارس ده هيجي له توكسيستي. فعشان كده الناس الاولى رينا فيلير. بس هو على فكره في الامتحان تفتكر في الام سي كيو هيجي يقول لك من الحاجات يا حبيبي اللي بتعمل، ما هو ناقص يقول يا حبيبي فعلا من الحاجات يا حبيبي اللي بتعمل ديشتالس توكسيستي ايه؟ واحد اولد ايه؟ هل هيجي يقول لك لا او رينال فيلير؟ يا ابني نحن في زمن قل فيه دكتور طيب، هو مش هيبص برضه على الحاجات دي. انا عايز اخلص من الحاجات اللي ما بتجيش في الام اس كيو، لان الحاجات اللي بتيجي هي اللي بتلخبط فعلا. يلا حد يقول لي وايه كمان؟ احنا قلنا عامل الزمن، تاني حاجه كان رينال فيلير ثلاثي، تالت حاجه بص يقول والله عادي مش مشكله، انتوا بالنسبه لكم عادي تفتحوا الكتب عادي. رقم ثلاثة طبعا، رقم ثلاثة طبعا هايبو ايه؟ هايبو ايه؟ صيرو ديز. وانا طبعا مش جاي اقول ليه، يعني اللي يقول لي تلاقي برضو واحد في اسئلة ايه يا جماعة بقى؟ طب هو ليه الهايبو صيرو ديز بيعمل ايه يا راجل؟ بس كده، لان طبعا الثيروكسين ده هرمون الميتابوليزم، فما يحصل هايبو صيرو ديز يبقى ايه يا جماعة؟ ميتابوليزم. هي طبعا اقول الكلمة تجيبلكوا هارت فيلير وبعدين وهايبر صيروديزم كمان. على فكره في الام سي كيو دي مطبات الطب الوقحه بقى. ليه؟ طب هو ليه الهايبر ثايرويديزم يعمل تشتغل سوكسيستي؟ هايبو ثايرويديزم وفاهمين ليه؟ عشان الميتابوليزم قليل. طب هايبر ثايرويديزم ليه؟ لان الهايبر ثايرويديزم بيجيب ايه؟ اريزميا. والتشتغل سوكسيستي اصلا بتعمل اريزميا، ده انت حالف بقى انك تجيب للعيان اريزميا. واضح ولا مش واضح؟ دي بقى مشكله في الام سي كيو طبعا، لان انا عارف الانسان المصري كويس، عارف الطالب المصري كويس، هيجي في السؤال الام سي كيو يقول لك ايه؟ كل الحاجات الاتيه بتعمل تشتغل سوكسيستي اكسبت. فيجي يقول لك ايه رقم واحد؟ هايبو ثايرويديزم. رقم اثنين هايبر ثايرويديزم. وانت يعني ايه؟ يبقى اكيد واحده فيهم، ما الاثنين عكس بعض. هتفضل بقى ايه وتقوم مطلع الورده اياها هايبو هايبر هايبو هايبر هايبو هايبر، وما تعرفش ان الاجابه ولا دي ولا دي. ياه على الاقدار لما تتلعب بينا. قاعد انت بتفكر هايبو ولا هايبر تطلع الاجابه ايه يا جماعه؟ حاجه ثالثه خالص. فالهايبو والهايبر يعملوا ايه؟ بيشتغلوا سكسيستي. وايه كمان؟ تمنتوش ولا واحده؟ والله ما قلت راح. انا اللي قلت وقلت رينا الفيلير وقلت هايبو ثايرويديزم وقلت هايبر ثايرويديزم. وايه كمان؟ في ادويه ممكن تعمل تشتغل سكسيس. زي ايه؟ طبعا هقولها اسامي لان هتيجي سيرتها بعد كده. كينيدي ايوه الفرابامين. ليه؟ طب هنا الكالسيوم شانل بلوكر من حاجات اللي هو ايه يا جماعه؟ دواء على فكره ده فيه مشكله، لان معظم عيانين الضغط اللي دخلوا فارت فيلير كانوا اصلا بياخدوا الادويه دي، فدي ممكن. لكن في دواء اشهر من الفرابامين كينيدين، ده انتي اريزميك اصلا، هنبقى نقوله في علاج الاريزميا. كينيدين بيزود الدشتال السوكسيستي. كل ده ما بيجيش في الام اس كيو بالمناسبه. عارف اللي بيجي في الام اس كيو ايه؟ ايه؟ ما هو انت اريزميك بس من السايد افكت بتاعته. لو انت فاكر سايد افكت اوف كينيدين كان بيعمل حوالي اربع حاجات، كان اول واحده فيهم دشتال السوكسيستي. ليه بقى دشتال؟ كان لو تفتكر الكينيدين يا جماعه لو انتوا فاكرين كان يقول لك دواء نفسي. لا كنت عشان تدي كينيدين، الكينيدين كان بيعمل حاجه خطيره جدا لو انت فاكر، كان بيزود الكوندكشن في الايفينوت. يعني لو انا عندي اريزميا في الاتريوم الاقيها نزلت لايه؟ للفنتر. فكانوا يقول لك لو انت عايز تدي كينيدين ادي كمان معاه ديشتالس. ليه؟ عشان هو بيزود الكوندكشن فانت اقفل الكوندكشن. واضح؟ يقوم هو مش يشيلها جميله للديشتالس بقى، يقوم يزود الديشتالس سكسيسي. وكان بالمناسبه بيعمل حاجات ثانيه زي سينكونيزم مثلا، فاكرين سينكونيزم؟ ايه؟ هو بيشتغل على الديشتالس بيقلل الكلينانس بتاعه بس، انما هو كان لازم ادي ديشتالس ليه؟ عشان يقلل الكوندكشن. بس خدوا بالكم بقى كان بيعمل حاجه اسمها سينكونيزم، فاكرين الكلام ده يا جماعه؟ هو في حاجات ما بتتنسيش على فكره. سينكونيزم اللي هو كنا بنرسم وش كبير كده و
وعينين كبيره ومناخير كبيره وبق كبير ودان كبيره. فين الكلام ده؟ سينكونيزمي. ماشي، انا بنقوله في الاريزميا. المهم كل ده ما بيجيش في الام اس كيو. اللي بيجي في الام اس كيو بقى، يلا بقى يقول لك ايه الحاجات اللي بتعمل تشتغل سوكسيستي. هايبو ايه بقى؟ وهتفسر حاجات كتير قوي من اول السنه. هايبو كاليميا. شفت بقى؟ يبقى اذا عرفت بقى ليه العيان ده ما يصحش يدخل في هايبو كاليميا. عرفت ان العيان اللي بياخد لازكس بقاله سنه سنتين ثلاثه بياخد لازكس، دخل في ايه يا جماعه؟ هايبو كاليميا. العمليه زادت قوي، عم تكتب له ديجيتالس. يوم الديجيتالس يعمل ايه؟ تخيلوا بقى الهايبو كاليميا تقوم تزود ديجيتالس سوكسيستي. تخيلوا يا جماعه الهايبو كاليميا ليه؟ لان البوتاسيوم، البوتاسيوم لما انت تبص على الصوديوم بامب، ادي يا جماعه كده الصوديوم بامب اهي. الصوديوم بامب عباره عن ايه؟ هي اصلا بتطلع الصوديوم معايا وبتدخل البوتاسيوم. فيقول لك البوتاسيوم لما يبقى كتير هيعاكس الديجيتالس، يعني ان البوتاسيوم بمثابه الانتي دوت بتاع الديجيتالس. فلما البوتاسيوم ما يبقاش موجود خالص البامب دي هتبقى ضعيفه قوي، فسهل قوي تعمل لها انهيبيشن. عشان كده يقول لك بقى انا ما يصحش ادخل في هايبو كاليميا ليه؟ لان الهايبو كاليميا بتزود الديجيتالس. ايه يا جماعه؟ توكسيستي. هتخلي الديجيتالس يشتغل براحته قوي، براحته قوي، مفيش بوتاسيوم كل شويه عم قاعد يزق البامب، هو شغال براحته جدا. فيقول لك الهايبو كاليميا تعمل ديجيتالس توكسيستي. وايه كمان يعمل ديجيتالس توكسيستي؟ هايبر ايه؟ هايبو كاليميا وهايبر ايه؟ هايبر كالسيميا. ليه الهايبر كالسيميا؟ من غير لان طبعا الكالسيوم بيزود الكونتراكشن فبيسهل عمل الايه يا جماعه؟ الديجيتالس. لا يا جماعه، عارف مشكله الام اس كيو في ايه؟ انا عارف اللي بيحصل في الام اس كيو. هيجي يقول لك ايه بقى؟ اصل خد بالك الهايبو كاليميا والهايبر كالسيميا هيتكرروا معانا في المنهج كتير قوي، ده في مليون حاجه. وانت قاعد بقى في الام اس كيو ساعات تلاقي دكتور قليل الادب جايب لك ايه في الامتحان؟ خمس ست اسئله تحت بعض كلهم نفس الاختيارات، هايبو كاليميا هايبر كالسيميا هايبر كاليميا هايبر. وانت قاعد هو مين اللي كان بيعمل مين؟ هايبو ولا هايبر ولا كالسيميا هايبو ولا هايبر؟ وخد بالك في الام اس كيو القضيه مش قضيه انك تجاوب، القضيه قضيه الزمن تحل بسرعه. يا ابني الام اس كيو بيبقى محتاج ايه يا جماعه؟ محتاج تدريب كتير ومحتاج نمط خاص في الحل عشان عامل الزمن. انت لازم تحل سؤال في قد ايه؟ 30 ثانيه. فانت قاعد هايبو ولا هايبر هايبو ولا هايبر، هي مين اللي كانت هايبو؟ البوتاسيوم ولا الكالسيوم؟ اقول لك على حاجه، اقول لكم على حاجه تسهل لكم، بس هي معلومه، هي معلومه مش صح. انا نفسي بعترف اقول ايه يا جماعه؟ مش صح، هي غلط، بس مش غلط قوي، ومش مش معلومه علميه، يعني مش قاعده علميه اللي انا هقوله ده. وبينه وبينكم بقى ما يصحش بصراحه حد يقولها يعني، بس انا هقولها واحنا ساتر وغط على بعض. حلو كلام. اللي هي ايه؟ يقول لك الحياه علمتني في امتحانات الام اس كيو ان دايما الاجابه الصح يا اما هايبو كاليميا يا هايبر كالسيميا. تقوم انت تقول لي طب ما الهايبو كالسيميا والهايبر كاليميا اكيد برضو بيعملوا حاجات. اقول لك اه، بس انا الحياه علمتني كده دايما في الام اس كيو الاجابه يا بتطلع هايبو كاليميا يا بتطلع هايبر كالسيميا. طبعا كلمه مش علميه دي، بس دي كلمه تجارب حياه. عشان انت قاعد في الامتحان انا عارف هتلاقي مجهود هايبو كاليميا وهايبر كاليميا، هي كانت الهايبو كاليميا ولا الهايبر كاليميا. ما تقيسش بقى على الديجيتالس بس، انت لسه هتتكرر معانا كتير قوي. ايه الحاجات اللي بتعمل دايبيتس انسيبيدس؟ ايه الحاجات اللي بتعمل انترستيشنال فرايتس؟ ايه الحاجات اللي بتعمل وانت عمال تحفظ وتنسى وتحفظ وتشرب وتنسى وكله دخل في بعضه في الام اس كيو؟ فجاه صدى صوت هيجي لك في اللجنه ينتشلك من الضياع اللي انت فيه ده. والحياه علمتني انه دايما في البوتاسيوم هايبو هايبو هايبو، وفي الكالسيوم هايبر هايبر. حتى افتكرها ان الكالسيوم حرفين فبزياده يعني، فتبقى هايبر كالسيميا. معلومه طبعا دي مش معلومه علميه ومش حقيقه علميه، انما انا بقولها والله بتطلع صح في الام اس كيو وربك بيسهلها، ده في حاله لو انت مش فاكر. طب اشوفكم فاهمين ولا لا. مين اللي بيعمل دايبيتس انسيبيدس؟ هايبو كاليميا ولا هايبر كاليميا؟ هايبو كاليميا. شفتوا؟ طب هايبو كالسيميا ولا هايبر كالسيميا؟ ولا انت عارف يعني ايه دايبيتس بس هايبر كالسيميا. طب مين اللي بيعمل انت اكيوت انترستيشن نفرايتس؟ هايبو كاليميا. بسرعه بقى، طب مين اللي كالسيوم هايبو ولا هايبر كالسيميا؟ هايبر كالسيوم. والله ربك بيسهل، والله يا جماعه ربنا بيسهل وبتلاقي بتطلع صح. فاللي هو ايه يا جماعه؟ بس في لا، المصيبه الاكبر بقى انه ساعات يعمل ايه؟ لا ما مش هجيب الاثنين مع بعض لان هيبقى في اجابتين. فهو هو هيكون جايب لك ايه مثلا؟ اربعه هايبو. هو الام اس كيو بيبقى ازاي؟ يقول لك ايه اللي بيعمل مثلا ديجيتال سكسيسي؟ هايبو كاليميا هايبو كالسيميا هايبو مش عارف الجن الازرق هايبو مش عارف ايه. فطبعا انت هتتعلم على ايه؟ هايبو كاليميا. طب لو جاب لك هايبرات يبقى هايبر كالسيميا. ما هو يبقى غبي لو جاب سؤال عامل ازاي بقى؟ هايبو كاليميا ولا هايبر كاليميا وبعدين جايب هايبر كالسيميا هايبو كالسيميا بس ما ينفع. انما هي هايبو كاليميا هايبر كالسيميا. بصوا بقى يا جماعه، وايه كمان؟ بس الحته دي للطالب مين بقى؟ الفراغ العاطفي الرهيب، الطالب المحدود، الطلبه المحدودين. بصوا يا جماعه، تعرفوا ايه الالكترولايتس اللي بتعمل ديجيتال سكسيستي؟ هترد تقولوا ايه؟ هايبو كاليميا هايبر كالسيوم. يقول لك يا بنت تعرف حاجه ثانيه؟ اقول له بقى ما اعرفش. انما الطلبه بقى اللي عندهم اللي هم بقى الفراغ العاطفي الغير عادي بقى،
الطلبة اللي هم ايه كلاب العلم اللي بيهوهوا في الكتب. يا والله تعالى من تحت البيت اللي بيهوهوا في الكتب اللي هو هيموت ازاي، قلنا تكست بوك هيقوم قافل على دماغه. والله يا جماعة ما تعرف ده بقى ازود له حاجات تانية لان الناس عايزة تيجي في الام اس كيو يقول لك هايبوكاليميا وايه كمان الطلبة المحدودة. لو عرف الكلام ده هيتوه كله راح. انا الكلام ده موجهه لمين بس يا جماعة؟ اللي هو يبقى واحد قاعد كده كلب من كلاب العلم معايا ده. اقول له بقى هايبوكاليميا وايه كمان غير الهايبوكاليميا؟ وهايبوبرنسيميا. ايه ده المغنيسيوم لما يقل كمان ساعات بتيجي في الام اس كيو المغنيسيوم كمان لما يقل. انت عارف على فكره اقول لكم تفتكروها ازاي؟ دايما المغنيسيوم لما بيقل على طول يحصل هايبوكاليميا. ده انا اقول لكم على معلومه مش عارف عارفينها ولا لا. هو انتوا بتشخصوا الهايبوماغنيسيميا ازاي؟ تفتكر ازاي؟ يعني انت لو واحد عنده في الاي سي يو لا بتحصل في الاي سي يو كتير مغنيسيوم قل. على فكره المغنيسيوم لما بيقل بيعمل مشاكل تيتاني وبيعمل حاجات كتير يعني. فاقول المغنيسيوم لما بيقل الوسيله الوحيده في الطب اللي تشخص هايبوماغنيسيميا از ايه؟ تخيلوا في ناس بيقولوا هايبوماغنيسيميا لان المغنيسيوم قليل. هنقيس المغنيسيوم ما لو هنقيس المغنيسيوم ما كانتش العين بقى كان هيبقى كلام سهل. الوسيله الوحيده لتشخيص الهايبوماغنيسيميا از يقول لك حاجه اسمها ريفراكتوري هايبوكاليميا. يعني ايه؟ طول ما المغنيسيوم قليل بوتاسيومك قليل والله العظيم وعمره ما هيزيد حتى لو اديت بوتاسيوم. عشان البوتاسيوم يوصل للنورمال لازم المغنيسيوم كمان يبقى نورمال. طبعا الحاجات دي هنقولها في النفرولوجي بس انا عايزك تعرف ان دايما الهايبوماغنيسيميا والهايبوكاليميا ايه يا جماعه؟ متلازمين مع بعض. واضح ولا مش واضح؟ بس كده. طيب ندخل بقى بعد كده اعراض الديجيتال سوكسيستي. حد يقول بقى بصوا يا جماعه الحته دي مهمه جدا الله يخليكم. اعراض بعد ما هقول اعراض الديجيتال سوكسيستي هسال سؤال والله اللي هيجاوبه ياخد 100 جنيه ومش هرجع في كلامي ومش احمد موافي اللي بيرجع في كلامي. معايا ولا مش معايا؟ انا عايز احببكم والله في البطنه كافه الطرق ف 100 جنيه خلوها 100 جنيه. هنا في المجاميع الطبيعيه بصراحه بخليها 10 جنيه. معاكم اخليها 100 جنيه. بصوا بقى يا جماعه بيقول لك عندنا ديجيتال سوكسيستي. ديجيتال سوكسيستي الاعراض بتاعته ايه بقى؟ انا اخرت النهارده ديجيتالس ايه الاعراض بتاع ديجيتال سوكسيستي. بيقول لك في اعراض نون كاردياك وفي اعراض كاردياك. النون كاردياك هي اللي هتنبهك يعني هي اللي هتقول لك خد بالك انت داخل في سكه ديجيتال سوكسيستي. فدي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه. لكن الكاردياك اكتب هي اللي هتموتك يعني انت لما تخش بقى في كاردياك مانيفيستيشنز هتموت بسبب الكاردياك مانيفيستيشنز. نبدا بالنون كاردياك ولا بالكاردياك؟ انتوا عايزين ايه؟ نون كاردياك. النون كاردياك احفظوهم صم بقى. ليه بحفظهم صم؟ عشان الامتحان؟ لا بحفظهم صم عشان احفظهم لممدوح. ممدوح اللي بياخد لانوكسين. تعالى يا استاذ ممدوح في اعراض كده هنحفظها اول ما الاعراض دي تخش فيها وقف الدواء وتعالج. يقول لك ايوه دكتور ايه هي الاعراض؟ اول عرض وذا فيرست سيمتوم ايه الفيرست مانيفيستيشنز اللي بيحصل؟ اول حاجه تبان على العيان في حاله الديجيتال سوكسيستي از والسؤال ده بيجي في الام اس كيو اول حاله ايه هي؟ قولي. لا هي دي بتحصل طبعا بس مش اول حاجه. وعلى فكره دي حاجه ليه مش حاجه كومن قوي انما الحاجه اللي فعلا اول ما العيان يقولها لك قولي له وقف ده وتعالج انوركسيا ونوزيا وفوميتنج. عشان كده دايما نقول لي ممدوح ايه؟ واحد يقول لي طب ما الكلمه دي بكتبها مع اي دواء. اقول لك بس في الديجيتال لا دي اول حاجه بتبان على العيان. عشان كده دايما محفظ ممدوح يقول له ايه استاذ ممدوح هتاخد اللانوكسين معايا؟ يقول لك اه. تاخده شهر 2 3 4 افترض مثلا جيت على السابع وحسيت ان نفسك غم عليك شويه وعايز ترجع وكده الف مبروك يا ممدوح وقف الدواء معلش. على فكره ممكن اما يجي لك يطلع عنده نوزيا وفوميتنج وانوركسيا بسبب حاجه ثانيه حامل مثلا ماشي. بس انا هشوف بقى اول ما هيجي هيقيس الديجيتالز. ما انت برضو يا جماعه اقطع الايه الشورت في البسين يعني انا مش هستنى لما يدخل في الكارديك مانيفيستيشن. عشان كده يقول لك انوركسيا ونوزيا وفوميتنج ده اول حاجه. اول واكتب الكلمه دي والله عشان تفتكر استاذ ممدوح اي واحد بياخد لانوكسين استاذ ممدوح لما تلاقي نفسك غم عليك شويه وعايز ترجع وقف الدواء بسرعه الف مبروك وقف الدواء وتعالج. طب تاني حاجه ايه؟ حد فيكم بياخد الشرس؟ حد بياخد الشرس بيعمل سايكوزس يعني خلي كل اجري كده شويه تاخد بالك يبقى خلقك ضيق كده شويه وسايكوزس وبيعمل كمان بالمناسبه جاينيكوماستيا وبيعمل حاجه بقى اللي الدكتوره كانت بتقول عليها من شويه. على فكره هي حاجه مشهوره قوي لان كل بتوع الفارما وكتب الفارما بيهتموا بيها معناها مش كومن قوي يعني. انا بسالتكم عشان كده حد بياخد ديجيتالس لان ممكن تلاقي حد بياخد ديجيتالس ما عندوش الظاهره دي بس مشهوره جدا في كتب الفارما ولازم تكتبها في الامتحان اللي انت قلتيها اللي هي يقول لك عيان اللي بياخد ديجيتالس ده ما بيشوفش الدنيا بينك ما بيشوفهاش وردي او ما بيشوفهاش زي ما احنا بنشوفها انما دايما يشوفها ايه بقى مسفره شويه او مخضره شويه فيقول لك يلوش ديسكالوريشن لان الديجيتالس اصلا بيترسب لو انتوا فاكرين بقى الرودز والكونز والحاجات اللي كانت موجوده دي ممكن بيترسب فيها يغير في لونها شويه. على فكره الحكايه دي مش كومن بس هي ليه مشهوره لان اشهر واحد كان عنده يلوش ديسكالوريشن كان فنان
فرنساوي مشهور جدا، كان فنان فرنسي مشهور جدا جدا، وشهرته بدات ايه يا جماعه، كان بيشوف الدنيا فعلا صفرا، كان فنان مش فاكر اسمه ده ده ده, ده بالصدفه مذيعه عاديه جدا، مذيعه هناك بتعمل معاه برنامج العشرة مساء في باريس، منى الشاذلي بتاعت فرنسا، فراحت للفنان ده بتقول له انا في حاجه غريبه قوي، انت ليه كل رسوماتك صفرا؟ فهو بص لها كده، كان برنامج بيجي فرنسا كانوا بالفرنساوي يعني جوسويز دي لينسون بوتيتر سو يعني، كان اللي هو كلام كده، فهي بتقول له ايه، بتقول له انت ليه رسوماتك صفرا؟ فهو استغرب جدا، اندهش جدا، قال لها ايه يا منى، ده رايي منى، لا انا برسم الرسومات زي ما انا شايفها، انا شايفها كده، انت شايفها كده ازاي، ما مش صفرا قوي كده، قالت له طب اقول لك ايه، وكان قدام في البرنامج قدام الناس كلها اعتبر سمج، فهي كانت زي ما تقول كده، كانت برضه بيضه وزي كانت بيضه، فهو قال لها ايه، فهو رسمها قام رسمها ايه يا جماعه مصفره شويه، قالت له انا مش كده، قال لها لا انت كده مش كده، لا كده مش كده، لغايه ما جم يدوروا لانه هو فعلا بيشوف الحاجه ايه يا جماعه صفره، بتشوف الحاجه صفره، انت بتاخد ادويه طلع بياخد ايه يا جماعه ديجيتاليز، فشهرت جدا الحكايه دي عشان ايه يا جماعه، عشان شهره الفنان، ولا بقول لكم يا جماعه هو يولوجي ديسكالوريشن يولوجي ديسكالوريشن اوف فيجن، يبقى هو بيعمل ايه، رقم واحد انوركسيا ونوزيا وبوميتنج، رقم اثنين جاينيكوماستيا، ايه كمان سايكوزس، ايه كمان يولوجي ديسكالوريشن اوف فيجن، يقوم يقول لك بس انت هتموت بسبب الانوركسيا ولا هتموت عشان شايف الدنيا صفره ولا هتموت عشان، انما هتموت بايه بقى، كاردياك مانيفيستيشنز، وهنا بقى يبان الطالب الاي كيو اميبا، عارف انت الطالب اللي هو قاعد في الحياه لفيفلس، لا بيروح ايه يا جماعه يقعد يحفظ وبرده ايه يا جماعه يحفظ وينسى ويحفظ ويشرب وينسى ولا فاهم اي حاجه، تايه ضايع محبط يائس متشائم في الحياه، قاعد في الحياه، ده بقى يبان ايه، تلاقيه تتصل بيه النهارده بتعمل ايه، انا بذاكر الكاردياك مانيفيستيشنز اوف ديجيتال سكسيستي، يا ابني العقليات دي قطعها قطعها لمده سنه، بعد ما تخلص سنه سته ارجع تاني، والله شيل رقم من على الموبايل خالص، وبعدين ارجع يا جماعه، لان ده هيفضل محبط يائس وعايش في وهم وانه وانما، وفي الاخر يا جماعه هتلاقي والله ضيعك كمان معاك، فهو ديجيتال توكسيستي كارديك مانيفيستيشنز اشرب عليها، ليه اشرب عليها؟ لان هتكتب في كلمه واحده كلمه واحده اي نوع من انواع الاريزميا او الهارت بلوك ما عدا نوع واحد، هو من المنطق وبالفطره وبالصريحه وبالبديهه صح ان انت تحفظه من النهارده، ما تلاقي طالب اللي هو اي كيو مهرجه هندي قاعد قاعد بقى وقاعد يحفظ اكسترا سيستول فينتريكولار تاكي كارديا فينتريكا فايبريشن باروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكي كارديا وقاعد يحفظ وينسى ولا فاهم اي حاجه، ما لما ناخد الاريزميا يا ابني انا بحفظه معايا، فالدكتور لما يقول لك زي ايه بقى انواع الاريزميا والهارت بلوك، قول له حاضر اول ما هناخد الاريزميا هنبقى نقولهم لك، اعتبر ده وعد، قول له اعتبر ده وعد وما تروش نفسك بعد، فهو ده كده اللي هو ايه يا جماعه اللي يبقى ما تحفظهمش بقى، بس خدوا بالكم عايزك تعرف معلومه اكتبوها بالعربي، بيعمل اي نوع من انواع الاريزميا اكسبت نوع واحد بس، بس والله من عينه برضه النقط شاوله غير ما يجي اليوم اللي ايه بقى يا جماعه، على فكره السؤال ده بيجي في امتحانات حتى اليوسم اللي إيه؟ لا في امتحانات المعادله الامريكيه دايما السؤال ده يجي، والسؤال ده بيبقى من الاسئله الصعبه لو غلطت فيها ما بتنقصش، انما لو حليته تاخد لك درجتين زياده، يعني في اسئله كده بتبقى ايه يا جماعه بيجيبوها بتبقى بال، فالسؤال ده من الاسئله الصعبه فعلا، بس برضو مش هقوله غير ايه اما يجي اليوم اللي بشرح فيه يا دكتوره لازم، يا برافو عليك معايا، اصلا مش معقوله بقى تبقى طالب نحس تيجي تالف تقوم الف النوع الوحيد اللي ما بيحصلش، يبقى انت اصلا طالب نحس على فكره، ويبقى حتى لو خدت الفول مارك هتطلع من الكليه عربيه هتشيلك، يعني هو طالب نحس يا جماعه مالي ده، يعني هو في عندنا اكتر من 10 11 نوع اريزميا، نوع واحد بس نوع واحد دوم انت تدخل تالفه ده انت تبقى بقى، يعني اقول لك ايه بس، فالمهم ده كده ديجيتال سكسس، قولوا لي بقى نعالج ديجيتال سكسس ازاي، برافو عليك ذكاء غير عادي رقم واحد نوقف الدوري، قولوا يا جماعه جابت على البيت، ايوه بعد ما نوقف الدوري ايوه صح يا صح طبعا ده دي اهم حاجه، وبعد ما نوقف الدوري رقم 2 نوقف ايه كمان الدايركس ليه هايبوكاليميا، يبقى رقم 3 ندي ايه بوتاسيوم، بوتاسيوم اهو برده تلاقي ساعات طالب بيقول لك نوقف الدايوريتكس عشان بتعمل هايبوكاليميا، ايوه حبيبي يبقى رقم 3 بندي ايه، ايوه دكتور ندي ايه ندي بوتاسيوم، يعني ده لازم، طب ورقم 4 رقم 4 لو قلتوهاش يبقى احنا بنهرب المغنيسيوم، مش بعيد يجيب، لا المغنيسيوم لو كان السبب هو الهايبوماغنيسيميا لا هو مش السبب يعني، بس ممكن ممكن على فكره بعض حالات الاريتمي دي مغنيسيوم، بس هو الفكره في ايه؟ مش هو بيموت بسبب الاريزميا؟ اه يبقى هنرجع لك كورنيا الانصر، ما تقول يا اطفال مدارس متعلمين، يعني انا قاعد بقول لك وعزرائيل بيحوم حواليك بالاريزميا، يبقى رقم 4 هتبقى ايه؟ انتي اريزميك دراجز، عندي لك خبر وحش، لما تكتبلوش انتي اريزميك دراجز وتسيبه تمشي والراجل يفضل يدور في ورقه الاجابه كلها ما يلاقيش الانتي اريزميك دراجز، يقول لك جايز هكتبها في الجراحه ما لقاهاش مكتوبه في الجراحه برضه، جايز هكتبها خلاص بقى في الدور التاني ما لقاهاش مكتوبه اديك صفر بقى، فعشان كده يا جماعه ايه انت رسم الدراجز ونكتبها طبعا هذاكرها دلوقتي لا. وفي عندنا كمان في دواء هرس في مليون فيلم قبل كده اللي هو الفيف فراجمنت عارفينه اللي هو الانتي دود عارفينه اه بس ده يعني مش مهم قوي اللي هو الانتي دود بتاع ايه يا جماعه بتاع الديجيتال
في احنا لغايه دلوقتي قلنا ايه في علاج الهارت فيلير؟ واحد لا 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 في علاج الهارت فيلير كله بقى الاندرلاين واحد ايوه جميل قوي. بصوا بقى يا جماعه انا كان نفسي كان نفسي ما تقولوش الاندرلاين كوز عشان اقول لكم شفتوا شفتوا كلامي ما انا اهو وانت اهو والايام اهي بينا اهي وهتدخل الامتحان وهتبقى الساعه 10 الصبح واول سؤال ان يموريت مثلا يجي يقول لك ايه يا جماعه اللاينز بتاعت علاج الهارت فيلير كلكم هتدخلوا على ايه؟ واحد دايوريتكس اثنين دايليتور ثلاثه ديشتالس تاخد نص درجه لما في واحد ماسك خيوط اللعبه في ايده بقى قاعد هنتريش طب محلط في اجواء القاعه برنس وهو قاعد في القاعه رقم واحد علاج الايه يا جماعه؟ اندرلاين كوز رقم اثنين علاج اللي هو البريسيدين اللي هي الهايبر اللي بدايه ويقولوا لي بقى شوفكم فاكرين ولا لا ال ال دي ال اقل من 70 والترايجلسرايد اقل من 150 وال اتش دي ال اقل من 70 ورقم 3 قلنا ايه يا جماعه اكتر من 60 بس احنا لو عايزين نسهلها 70 و70 وخلاص وبعد كده رقم 3 الجنرال ورقم 4 سبيسيفيك جنرال ريح العيان هدي العيان ناكل العيان قلت لكم يا جماعه هنرجع بيوتنا نذاكر بطريقه ايه اكتف ولا باسف اكتف يعني ايه اكتف قاعد على كرسيك الهزاز هتجيب ورقه بيضه بعيد عن الكتاب خالص وتسمع لنفسك الكلام ده طبعا مهما كنت عقليه بشريه اي كيو اينشتاين حتى لو انت قاعد هتلاقي نفسك ناسي كلام تفتح كتاب تبص عليه انما ما تستسلمش للواقع ما ترجعليش اول ما تقعد تقوم جاي قاعد على المكتب وفتح لي الكتاب وقعدت تذاكر باساليب 1910 حتى لو انت حافظ بكره بعد بكره هتنسى انما لما بتذاكر اكتف مش يومين بقى وهتنسى ثلاثه وهتنسى بعدين العمليه هتبقى بالنسبه لك ايه يا جماعه احسن فقلنا في جنرال في سبيسيفيك يلا حد يقول لي بقى ما هو الايم الهدف قولوا كده الهدف الهدف بتاع علاج الهارت فيلير ايه هو قللي البريلود قللي الافترلود تزودي كونتراكشن وانهيبيشن اوف راس الله يخليكم عشان خاطري دايره حوالين انهيبيشن اوف راس وبعدين قلنا بقى في ميديكال وفي انترفينشنال وفي سيرجيكال الميديكال اللي هو ايه ده احنا قلنا لغايه دلوقتي الثلاثه دي من لطف الاقدار بينا انهم بحرف الدي دايروتكس طب مين فاكر مين فاكر سايد افكت اوف دايروتكس وبسرعه اربعه هايبر اهم هايبر فيهم اللي هي هايبو كاليميا طب الاربعه هايبر اللي هم اول اربع حروف في كلمه جلوكوز هايبر جلايسيميا ليبيديميا يوريسيميا ومين اللي بيعمل هايبر كالسيميا سايد ايش معنى قول له كده في شفه والله قول له دكتور اصل الكالسيوم سايزايد سيزيد الكالسيوم ليه يا عم فرح وسرور ارباء القاع ويديك صفر عشان نطلع اكبر فسايزايد طب اللازكس لا يزيد الكالسيوم طب اللازكس بيعمل حاجتين كمان عشان ام اس كيو اوتوتوكسيستي ونيفروتوكسيستي طب الدايليتورز لا سيبك منها خالص ما اصل هقولها بالتفصيل بعد كده في الهايبر تنشن فما ذكرهاش النهارده بس اعرف ان هي بتتكتب طب الديجيتالس الاكشن بتاع الديجيتالس واحد تيجي نقول الحاجات الحلوه الاول بيزود الكونتراكشن يقلل الكوندكشن عشان كده ياه لو ايه لو هارت فيلير وادرينال اسال سؤال دلوقتي ولا نسيبه اجيبه في الامتحان الحصه الجايه ولا اساله دلوقتي اجيبه في الامتحان تغلطوا فيه هيبقى رونق ليها رونق احسن اجابته موجوده عندكم في الكتاب على فكره يعني لو انتم بتذاكروا هتلاقوا فيكم كوبليه انا ما قلتوش مش عارف اقوله ولا ما قلتوش طب بص هقوله اجيبه في الامتحان برضه هتغلطوا فيه انتوا بالنسبه لي على فكره بقيتوا كتاب مفتوح بالنسبه لي بصوا يا جماعه يقول لك امتى ساندر بيتسال شافه كمان كتير قوي بالمناسبه والسؤال ده موجود في كتاب الاسم يعني في كتاب الاسم وبعدين ايه بقى في كتاب الاسم صفحه كامله في برضه ساعات الواحد يجي يقرا كده تلاقيه عمال يلف ويدور ما هي يعني حتى لو مره اقول ما هي ما تتقال كده خلاص خلصت انما صفحه كامله وصفحه دي على فكره وموجود كمان في طبعه جديده ما كانش موجود في الطبعه القديمه فالحاجات اللي موجوده في طبعه جديده بتبقى فرصه ان هي تيجي في الامتحان ايه غير كمان لما انت تحلها هيبان انك مذاكر ايه يا جماعه من خدوا بالكم ان انا دايما من انصار ايه لازم يبان انك مذاكر من كتاب الاسم بس يبقى مجنون اللي ذاكر من كتاب الاسم خد بالك من المعادله دي يعني انت هيبان انك مذاكر عشان كده انا اي حاجه في كتاب الاسم هتلاقيني بقول لك عليها الحته دي مهمه الحته دي مهمه ليه بقى يبان لكن لو ذاكرت من كتاب الاسم اقسم لك بالله وانا بقى في الليل تسقط عشان الحرفين يعني هتلاقي نفسك جبت درجه ضعيفه وممكن تسقط ما هي اول نقطه اللي انا مش هتجمع فاهمني الكلام اللي هو لا يمكن وكاني ما فيش حاجه في الحياه اسمها امتحان تعال تقرا وبس وحتى بينه وبينكم علميا برضو في كلام كده مش منطقي يعني مش منطقي ناقص تلاقي حاجات ناقصه وحاجات زايده على اللزوم وحاجات فهو كتاب ايه يا جماعه بس لازم يبان انك حل منه واضح ولا مش واضح عشان كده يا جماعه من اول سنه عايزين نحل مع بعض كتاب الازرق وكتاب الاسم برضو يبقى في الخلفيه معانا كده فموجوده الحته دي في كتاب الاسم اللي هي ايه بقى ما تبصوش في الكتاب لان عايز اشوف مستواك متى الديجيتالس يبقى نوت انديك مش كونترا انديكيشن اوف ديجيتالس ما كونترا انديكيشن اوف ديجيتالس سهله هنقولها دلوقتي لكن انت يبقى واحد عنده هارت فيلير لكن لا يجوز انك تكتب ديجيتالس لا يجوز ديجيتالس يضره يموته مش يخففه بص بقى انا بحب الحاجات دي عشان اشوف استشف مستواكم بقى الاي كيو عامل ازاي الف
لو ايه؟ لو معاه اريزميا ماشي، بس دي من كونترا انديكيشن اوف الشيكس عموما. ما هو اصل في حاجات خد بالك من حاجه، لو واحد عنده اصلا اريزميا ربنا مجنون لو كتبت الشيكس، بالذات في انواع معينه، الانواع الخطيره فينتريكولار تاكيكارديا الحاجات دي كلها. انما واحد عنده هارت فيلير عادي جدا، متى في حالات ايه الديجيتاليس كونترا انديكيشن نوت بنفيش ما تبقاش ايه لو دايستوليك هارت فيلير؟ بصوا بقى يا جماعه، اهو مين اللي قال ان ما يكرر الانفاكشن؟ اه ليه اسكيميك هارت ديزيز؟ برافو عليك. ليه بقى اسكيميك هارت ديزيز؟ دي اول حاجه انا نفسي صدقهم بس عايز اقول هم سبع حاجات على فكره، بس لو انتم ما اجيبهم الحصه الجايه ونشوف اطراف كام واحد هنقولهم دلوقتي، وانا عارف برضه انتم مش هتقولهم الحصه الجايه في الامتحان. واحد، انا مش عايز ابدا بالاسكيميك هارت ديزيز بس نبدا بيها. اسكيميك هارت ديزيز ليه؟ لكذا سبب. اولا وجود الاسكيميا يزود الشال سوكسستي، خلت الشال تشتغل احسن، يزود الشال سوكسستي، بس مش ده السبب. الشال يا جماعه بتزود الكونتراكشن، فلما تزود الكونتراكشن تقوم تزود الاكسجين ايه؟ ديمونت، يعني هتخلي احتياجات عضله القلب للاكسجين تزيد. وهي الاسكيميك هارت ديزيز ايه غير ان احتياجات عضله القلب لما تزيد هي اللي بتعمل اسكيميا اصلا؟ ما هو سبب الاسكيميا ايه؟ يا نقص السبلاي، يعني الاكسجين اللي راح قليل، يا الاكسجين ايه يا جماعه؟ الديموند هو العجز. وعشان كده يقول لك بقى لو واحد عنده اسكيميك هارت ديزيز لا ما تديش الشاس، لانها هتزود ايه يا جماعه؟ الاكسجين ديموند. ولان الاسكيميك هارت ديزيز بتعمل ايه في الشاس؟ بتزود التوكسيستي، برضو من الحاجات اللي بتزود التوكسيستي. واضح؟ طيب ايه كمان؟ نفسي يا جماعه تقولوا الفوا. احنا عايزين نيجي مثلا الحصه الخامسه السادسه تكون بقى خلاص انتوا فعلا نص الكلام بتقولوه انتوا. والله يا جماعه فعلا رقم 2 مايوكاردايتس في حالات معينه على فكره، بس في حاجه بص يا جماعه ده ايه؟ ده رايت فيرت. وده ايه؟ بالمونرش. اللي عنده بالمونري هايبرتنشن ينفع عدد الشمس؟ طب انا اقول لك على حاجه، اللي عنده رايت سايدد هارت فيلير عشان عنده بسبب البلمونري هايبرتنشن ينفع اكتب الشلس؟ لا. ليه؟ تعالوا بقى نرسم الرسم اكثر توضيحا. ده ايه؟ القلب. لو انت عندك سيستميك هايبرتنشن، ما تيجي نعكس الايه، يعني لو انت عندك الضغط العادي عامل لك ليفت سايدد هارت فيلير، قلنا اول حاجه في العلاج لازم اعمل ايه؟ اعالج الضغط. بنفس ذات المنطق لما يبقى عندك بلمونري هايبرتنشن يبقى لازم اعالج ايه؟ بلمونري هايبرتنشن. قولوا لي يا بتوع المدارس المتعلمين، هو في دواء في العالم بيعالج البلمونري هايبرتنشن؟ لا. في ادويه هنبقى نقولها في علاج البلمونري هايبرتنشن لكن ما بتجيبش نتيجه كلها. فعشان كده انت مش هتعالج البلمونري هايبرتنشن، على الاقل بادويه. ينفع عدي دواء يزود الكونتراكشن اوف رايت فينتريكل وانت اصلا قدامك حيطه سد؟ طب ما انت كده الدواء مش هعمل حاجه يا جماعه، مش هعمل حاجه. انت هتدي ديجيتالس ليه؟ يزود الكونتراكشن اوف رايت فينتريكل؟ طب ما هو بيزود الكونتراكشن اوف رايت فينتريكل قدامه بلمونري هايبرتنشن برضه، وكانك بتزق في حيط. يعني يا جماعه لو انا قلت لك عايزين نوقع الجدار ده نظريا تقول لي ايه؟ نظريا تقول لي طب ما ازقه. هي نظريا صح، بس واقعيا هنا لو قعدت ازق الجدار ده، لو قعدت للصبح ايه اللي هيحصل؟ ولا الهوا ولا عمر الجدار ده هيقع. فعشان كده يقول لك من عدم الحكمه ان انا اكتب ايه يا جماعه؟ ديجيتاليس في واحد عنده ايه؟ بلمونري هايبرتنشن. شفتوا بقى؟ لان وافتكر دايما المثل بتاع الجدار، لان ايه اللي هيحصل؟ تلاقي يروح لدكتور، دكتور ما بيحصلش اي حاجه، مفيش اي تحسن، طب خلاص يا حبيبي هنزود الجرعه، نفضل نزود الجرعه نزود الجرعه نزود الجرعه، زي انا لوحدي بزق، طب خلينا اثنين، طب خلينا ثلاثه، لو كلنا زقينا برضه مش هيقع. فعشان كده يقول لك في البلمونري هايبرتنشن غير مستحب، رقم ثلاثه، اللي يقول رقم ثلاثه هو انا كنت عايز اقول الحصه الجايه بس برضه يعني في ايه كمان؟ لا ما هايبرتنشن انا عامل كنترول اوف هايبرتنشن. دي لا، انما ميترال ستينوزس. ميترال ستينوزس ليه؟ لان الميترال ستينوزس اصلا ما بيعملش ليفت فينتريكولار فيلير. اصل الميترال ستينوزس فكرته ايه؟ واحد عنده ميترال ستينوزس وعنده لو كارديك افورس، انت هتقول لي انا هزود الكونتراكشن. المشكله اصلا ايوه المشكله مش في الكونتراكشن، المشكله ان الدم اللي واصل للليفت فينتريكل ايه؟ قليل. فاكيد الدم اللي خارج منه قليل. هو الليفت فينتريكل ماله؟ واضح ولا مش واضح؟ لا، في حاجه كمان فيها يا جماعه سببين، لو ما قلتهمش هزعل. طب بصوا بقى، والله انتوا اللي هتقولوا السبب جاي، انا كنت بقول ده ايه؟ وده ايه؟ بريكاردال ريفيوجن. هو لو واحد عنده بريكاردال ريفيوجن عدي الشلس؟ لا عدي الشلس ليه؟ لان خدوا بالكم يا جماعه، هو اللي عنده بريكاردال ريفيوجن ده مشكله العيان بتاع البريكاردال ريفيوجن. ناس ما خدناش البريكاردا ريفيوجن، بس هي المشكله في السيستول ولا في الدايستول؟ في الدايستول. ده على فكره ده انت لو عندك في ميه كاتمة على القلب، ميه كاتمة على القلب هتخلي السيستول حلو، فانا ليه قد الشيبس؟ انما يجي بقى مشكله العيان اللي عنده بريكاردا ريفيوجن، يجي القلب يا دايستول
ما يعرفش لان في ميه كتير كتم على نفسه. شفتوا بقى؟ عشان كده يا جماعه بتشوفوا عيانين بريكاردا ريفيوجن في الشارع ولا لا؟ تلاقي العيان ماشي في الشارع يقول لك اه يا قلبي اثناء الدايستول، اه يا قلبي اثناء الدايستول، لانه بيجي الدايستول كده يلاقي ميه كتير كتم على نفسه، صح ولا غلط؟ فاللي عنده بريكاردا ريفيوجن لا، المرض الاخير هو ده بقى اللي لما تقوله في الشفوي اقسم بالله او تكتبه في الامتحان تسمع زغاريد جايه من كنترول، والله تعدي كده تحت كنترول تسمع زغاريد تقول لهم على فكره ده انا، اصل انا كاتب البق اللي انا هقوله دلوقتي. حاجه ليها علاقه؟ لا هو الشيست اه طبيعي، لا في حاجه لو قلتيها اقسم بالله تلاقي التليفون جالك في كنترول كده من الكنترول. ايه يا بنتي وانت حكايتك يا بنتي؟ قولي له يا دكتور ما فيش، انا متخصص في الديجيتالس ادويه الديجيتالس. حاجه لو قلتوها تبقى بس ده واحد ذكي قوي ثلاثي، والله ممكن تفاجئوني وانتوا تقولوها، ما هي الدنيا كده والله، ممكن تفاجئوني وتقولوها انتوا، شوفوا الحاجه الصعبه دي تقولوها انتوا اللي هي ايه يا جماعه. طب بصوا بقى باقي مش عايزين الصورة الكاملة عشان تشغلوا دماغك. ليفت بنت ده ايه؟ ليفت بنت وايه اللي خارج منه ده؟ اوت معايا؟ سمعتوا عن نوع اسمه هايبرتروفي كاردوميوباثي؟ يعني العضلة ايه يا جماعة؟ تخنت. طب ما تيجوا نتخنها كده؟ شايف تخنت لما تتخن قول لي بقى بيحصل لو كاردياك اوتبوت، وطبعا بيحصل هارت فيلير لان العضلة لما بتتخن قلنا بتعمل هارت، تروح للدكتور هندي يوم الدكتور شاروخاني ينزل على العارفين الابيض عندك ايه؟ انا عندي هايبرتروفي كاردوميوباثي عملت هارت فيلر. يوم كاتب لك ايه؟ ديجيتالس. لو كتب لك ديجيتالس والله يا جماعه فعلا لما تشوف العيان فعلا عنده هارت فيلر عنده المرض ده واخد ديجيتالس اقسم بالله يصعب عليه. يبقى هين عليك كده تاخده في حضنك كده عشان دموعك تنزل ورا ظهره يقوم ما يشوفهاش. لان فعلا العيان يصعب عليك ان الدكتور عمل فيه كده، لان على فكره ده خطا على فكره بيعدي على دكاتره كتير يقوم كاتب له ديجيتالس. بصوا للرسمه وتخيلوا معايا لو اديت ديجيتالس ايه اللي هيحصل. بس بص في الرسمه كده الديد ديجيتالس بيزود الكونتراكشن، فلما يزود الكونتراكشن يقوم ايه يا جماعه؟ القلب يقفش كده على بعض يقوم الاثنين دول ايه يقربوا قوي من بعض يحصل سيفير لو كارديك اوت، تزداد الحاله سوءا يحصل سيفير ايورتيك ستينوزس، يحصل على طول تلاقي عيني يقول لك سينكوب وبلاوي من تاني في سنين. ده كل ده ليه يا جماعه؟ عشان كتبت ديجيتالس. عشان كده يقول لك ان الديجيتالس كونترا انديكيتد انك كسف ايه بقى؟ هايبرتروفيك كارديوميوباثي. شفتوا بقى يا جماعه؟ طب اقول لكم على حاجه بس خايف تتلخبطوا، اقولها ولا بلاش ولا تتلخبطوا؟ اقولها انها الهايبرتروفيك كاردوميوباثي. طب اكتبوا الكلمه دي بالعربي، اكتبها يا بنت بالعربي اللي بتحب تكتبها بالعربي. معلش انا ناسيك النهارده في كلمات بالعربي، انا عارف حصه النهارده ما فيهاش عربي كتير. اكتبي بقى الكلمه دي انها في اي حته والله في الورقه اكتبوا انها الحاله الوحيده في الطب اللي فيها عيان عنده هارت فيلير ومع ذلك ينفع الجمله عملت كده انها انا قلت ايه؟ انها الحاله الوحيده في الطب اللي يبقى واحد عنده هارت فيلير ومع ذلك ينفع اكتب له في العلاج كالسيوم شانل بلوكر. الحاله الوحيده من حالات الهارت فيلير اللي ينفع عليها بالكالسيوم شانل بلوكر. ليه؟ لان لو اديت كالسيوم شانل بلوكر، الكالسيوم شانل بلوكر بيعمل ايه؟ بيقلل الكونتراكشن، بيعمل ريلاكسيشن. ايه ده؟ تلاقي العيان يقول لك يا دكتور انت مجنون، ده انا عندي هارت فيلير، تديني حاجه تزود الريلاكسيشن يعني تضعف الكونتراكشن. اقول لك ما هو الريلاكسيشن لما يحصل ايه اللي هيحصل؟ يقوم الاثنين دول يبعدوا عن بعض، تقوم الاورطه انت وكانك وسعته. الحاله الوحيده، السؤال ده لما بيجي بقى في الام اس كيو والله تلاقي الطالب لو اتشقلبت في اللجنه، لانه هيجي يقول لك ايه؟ واحد عنده هارت فيلير، الحاله الوحيده في الهارت فيلير اللي يستخدم في علاجه كالسيوم شانل بلوكر، ايه هي؟ هايبرتروفيك كارديوميوباثي. بس هي دي الحاله الوحيده بس، كالسيوم شانل بلوكر كونترا انديكيتد فين؟ في الهارت فيلير. انما ده يستخدم ايه؟ في الدايستوليك هارت فيلير بس مش كل الحالات قوي، هي دي الحاله الوحيده اللي لازم ممكن تدي فيها كالسيوم شانل بلوكر. الحاله الوحيده اللي هي على فكره الهايبرتروفيك كاردوميوباثي ليه اسم ثاني هنقوله في الفالفولار هارت ديز اسمه اي اتش اس اس. ناخد كمان بعد الديجيتالس بقى اخر حاجه خلاص هنخلص اهو. عارف تعبتوا ولا لسه ما تعبتوش؟ تعبتوا. مين اللي تعب؟ انا عايز اشوف برضه حرصكم على العلم. ما شاء الله. طب اللي هو وانتوا الثلاثي ده شوف الثلاثي الوحيدين اللي عايزين يكملوا. شوفوا قاعدين ايه؟ ما تعبوش. قاعدين بعيد كده ومزاجهم دولسي وقاعدين. طب بصوا يا جماعه اصل انا عايز اخلص. لا لا طب استنى اقول الابايم فين، لان في سؤال في الام اس كيو الحصه الجايه بس عليه سؤال. خلاص جبتوا اخركم. طب خلاص يبقى احنا النهارده خدنا الديجيتالز بس والدايوريتكس والحاجات دي. الحصه الجايه يا جماعه يبقى في امتحان على كل الهارت فيلير.